this computer. أسماء اتفضل. مساء الخير عليكم. أنا أسماء زكي، عضو فريق المسرح والمخرجة بتاعت مسرحية النهاردة. في البداية أحب بس أدي فكرة سريعة كده عن فريق المسرح في صالون تفكير نشاط المسرح. طيب، نشاط المسرح ابتدى في مايو 2021، يعني بقى لنا سنة وست شهور بالظبط. احنا ابتدينا الاول كان حاجه مش عارفين يعني هي هتوصل لفين، بس كنت مجموعه ناس بتحب المسرح، بتحب تتقابل انها تقرا مسرحيات، تقراها بقى بتمثيل وصوت. وابتدينا عملنا مسرحيه اهل الكهف، وبعديها عملنا الفرافير، وعملنا مصير صرصار، عملنا كذا مسرحيه، وعملنا مغامرات راس المملوك جابر، وعملنا عرض قبل كده قدام برضه قدام الناس، عرض تمثيلي بالصوت كان في موسم تفكير، بس موسم اللي فات، موسم الربيع اللي فات. والنهارده هنقدم ان شاء الله اللي هي مسرحية مركب بلا صياد. اللي اختار المسرحية دي كان أكمل، وهو اللي قام نقلها من العامية للمصرية، هو وناتاشا معانا. ان شاء الله تعجبكم. فكرة بقى المسرح والتطور بتاع المسرح هنا وكده، دي كانت حاجات كتيرة قوي مرينا بيها مع بعض هنا. يعني قعدنا كتير علشان نعرف نستقر بقى على الممثلين وعلى الناس اللي هتفضل معانا في الأدوار. أنا ما كنتش مخرجة عمري ولا بخرج، كان دايما جمال هو اللي بيخرج الحاجات دي في الجولات اللي فاتت. كل الحكايه ان انا لما حبيت المسرح هنا وكنت مبسوطه قوي بشغل المسرح اللي بنعمله، كنت بمثل في مسرحيه اهل الكهف والمسرحيات اللي بعد كده. لما حبيت الشغل ده حبيت اتطوع بره بقى في الحقيقه، ان انا اروح امثل، مش حاجه فيرتشوال، ان انا اروح اتطوع سواء تمثيل او اخراج. فتطوعت مع فرقه مسرحيه كنت مساعده مخرج فيها، ما قعدتش كتير بس خدت الخبرة اللي اتعلمتها هناك. وجيت جمال كان عايز يريح شوية عشان يعمل هو الحاجات بقى التكنيكاليتيز بتاعة المسرح وكده، فقال عايز حد يخرج، فأنا تطوعت إن أنا أخرج. أتمنى إن شاء الله العرض يعجبكم، ويبقى يعني حاجة كده نستمتع بيها مع بعض سوا. العرض ده مميز فيه إن إحنا أول مرة يبقى معانا مؤثرات صوتية. إيمان رفاعي هي مهندسة الصوت، هي المسؤولة عن المؤثرات الصوتية. عملت شغل جميل جدا، إن شاء الله يعجبكم. والحاجة المميزة الثانية في العرض ده إن إحنا بنهديه لروح صديقنا وزميلنا أستاذ أحمد يوسف الله يرحمه. هو كان معانا في فريق المسرح برضو، كان مثل معانا قبل كده في مسرحيات، فالعرض ده مهدى لروحه. العرض عبارة عن 3 فصول، بعد كل فصل هيبقى فيه حوالي بريك 3 دقايق، وبعدين يبقى فيه إعلان عن بداية الفصل الثاني. هسيبكم دلوقتي مع بداية الفصل الأول من المسرحية، وأتمنى إنها تعجبكم إن شاء الله. شكرا. أحمد رجاي. فرقة مسرح تفكير تقدم لكم مسرحية مركب بلا صياد. مركب بلا صياد مسرحية من 3 فصول، تأليف الكاتب الإسباني إليخاندرو كاسونا، ترجمة محمد الأمين محمد طه، أعاد صياغتها إلى العامية القاهرية أكمل صفوت ونتاشا العبادي. مكتب رجل الأعمال ريكاردو خوردان. هاي بيبي. الو، اهلا اهلا. فعلا بقالنا كتير ما تكلمناش، اتفضل. فعلا ده صحيح. لكن انا باكد لك ان ما فيش سبب للانزعاج وما فيش اي داعي للقلق. لا 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 لا، ما فيش حاجه ابدا ابدا. تعليماتي نهائيه وما طايرتش. اشتروا اي اسهم تطرح، اشتروها فورا. هاي بيبي. اهلا هنريتا، ازيك حبيبي؟ انت لسه زعلان؟ واضح ان الاخبار وحشه. يظهر كده.
ايه بقول لك ايه، ما تيجي اعمل لك مساج ينسيك المشاكل دي كلها. والله يا ريت حبيبتي، بس مش هينفع دلوقتي، انا مشغول بمتابعه الاخبار. ايه ده، هي الاخبار خطيره للدرجه دي؟ يعني بس انا عارف هتصرف ازاي. لما تعرفي الضربه جايه لك منين هتعرفي تعملي ايه عشان ما تجيش فيك. ده لو هتتجنب الضربه وبس، لكن انا عارفك انت مش هتبطل تعرض نفسك دايما للخطر وتاخد ضربه واثنين وثلاثه. حبيبي حبيبي، انت عنيد ومغامر ودايما حاطط نفسك في الخطر. طول عمري كده، طول عمري كده. عايزاني اخاف بعد العمر ده؟ طبعا الحرص ما يضرش. هي الاسهم نزلت قد ايه دلوقتي؟ 14%. كتير قوي كتير. يا ترى هنقدر نستحمل لحد كام كده في النزول؟ بصي انا ما يهمني في حد، عارفه ليه؟ لان الهبوط ده مفتعل مش حقيقي. في الحقيقه وضع شركتنا كويس. حبيبي انت عارف الموضوع ملوش دعوه بوضع الشركه، الموضوع ده شخصي وليه علاقه بواحد بيكرهك. تقصدي خوزي مندل مش كده؟ في حد غيره؟ خوزي ده كان الصبي بتاعي، انا اللي فهمت اصول الشغل وكل الحركات القذره اللي بيعملها دي انا اللي علمتها له. بس انا هعرف اخليه ازاي يعرف يحترم استاذه. يوه، موضوع الصبي بتاعه ده، كان الصبي بتاعك ده كان زمان، كانت حاجة زمان كده. لكن انت دلوقتي بص عليه، هو دلوقتي ايه؟ هو دلوقتي من اكبر رجال الاعمال وكل الناس بتخاف منه وبتعمل له الف حساب. والستات بتحبه كمان. بلاش تريقة ارجوك، الموضوع خطير، وانت لو فلست ناس كتير هتتأذي وتتخرب بيوتها. بصي انا ما اقدرش اضيع وقتي في التفكير في الناس التانية لما اشوف المصيبة اللي انا فيها دي الاول. يا حبيبي انا خايفة عليك، خوزي راجل بارد وزي التلج واعصابه حديد، بيحسب لكل حاجة وبيدرس خطواته وعارف كل حاجة بيعملها، وشوف هو دايما بيوصل للي هو عاوزه. ده انتي مش واثقة فيه خالص. طيب تنصحيني بإيه؟ طبعا أنا لو مكانك هحط إيدي في إيده. أنا أحط إيدي في إيد مندل؟ مستحيل، ده علم الحرب عليا، لا يمكن. وبعدين من إمتى بتهتم بتفاصيل الشغل والبورصة والتجارة؟ بقولك إيه، سيبك من كل ده وقوليلي، ما كلمتنيش إمبارح ليه؟ امبارح انا قلت ان انت اكيد عايز تستريح، وكلمت اصحابي، خرجت تعشينا في نادي اليخت، قلت بقى اسيبك تاخد اجازه من الحب. نادي اليخت، يا ساتر، عمري ما حبيت المكان ده. انت عارفه طبعا ده مليان بجواسيس منك. قصدك ايه ريكاردو؟ انت المفروض تبقى واثق فيا، مش ما ينفعش الكلام ده. بصي انا قصدي واضح لهندريت، انت عمرك ما شفتي خوزي قبل كده، عرفتي منين انه بارد زي التلج واعصابه هاديه وبيحسب كل كلمه بيقولها؟ ايه ده، لا مش فاهماك، دي غيره ولا شك؟ لا كده ولا كده، حقك عليا، انا اسف. بعد إذنك يا فندم. أيوة يا أخوان. أنا لاحظت إن حضرتك بقالك 3 أيام ما نمتش، فأنا عملت لك مشروب فيه خلطة مخصوص من عندي هيساعدك تنام، بس على مهلك وأنت بتشربه، أحسن تنام وأنت واقف. أنا ما واقف. شكراً يا أخوان، ألف شكر. مدير البنك ومعاه 2 مستشارين منتظرين يقابلوا حضرتك. طيب خليهم يدخل. حبيبتي متهيأ لي تسيبينا لوحدينا؟ أظن حتزهق من الكلام اللي بنقعده.
طيب أنا ماشي. يا ريت يا ريكاردو اسمع لهم، اسمع لهم وبلاش عنيد. مالك بتبصي لي كده ليه؟ مش عارف، مستغربك شوية ومش متعود منك على زي ما دي. حبيبي حبيبي أرجوك خد بالك من نفسك. باي باي. أنا محتاج حاجة أشربها. اتفضلوا يا أساتذة، اتفضلوا اتفضلوا. ايه ايه في جديد؟ حاجات كتير. امبارح البورصة قفلت على 180 والنهاردة فتحنا على 165، ومن ساعتها وال ايوه عارف عارف، نزلنا 14 نقطة كمان. أنا آسف يا فندم، بس قبل ما نيجي على طول كانت نزلت 18 نقطة مش 14، وعلى ما تقفل ممكن توصل ل 20. أنا خرجت من المضاربة لما طرحوا في السوق 4000 عملية جديدة، وشفت الناس وهي بتحاول تتخلص من الأسهم والأرقام وهي نازلة ترف. أيوه بس أنا بأكد لكم مع ذلك إن قيمة الشركات الفعلية ثابتة. المسألة مش القيمة الفعلية دلوقتي، المسألة في حالة الفزع. المضاربين بقوا زي قطيع الديابة الخايفة، والخوف يخلي الناس تتجنن وتبطل توزن الأمور أو تتصرف بحكمة. بالظبط كده. والحل، الحل الوحيد هو الصبر واحتمال الخسارة المؤقتة وامتصاص الصدمة لحد ما الفزع يهدى والخوف من الخسارة يختفي. يعني حضرتك مش ناوي تعمل أي حاجة؟ أصل الموضوع مفهوم يا جماعة، الموضوع مفهوم. مين المستفيد من الفزع ده؟ مندل، مش كده؟ اللعبة واضحة، وأنا نفسي عملتها قبل كده، وعارف إزاي الواحد يقدر يشتري كم صحفي، ينشروا كم إشاعة تخوف الناس فيبدأوا يتخلصوا من أسهم الشركة. الموضوع مش مجرد إشاعات، العمال في مصانعك مدربين فعلا وبيهددوا بالتصعيد، وأبيار البترول في الشرق الأوسط ممكن تقف خصوصا، وإن في كلام عن تأميمها. كلام فارغ، زعماء الإضراب دول أنا أقدر أشتريهم بفلوس، والكلام عن التأميم ده دعاية سياسية متعودين عليها مع كل أزمة. التأميم قال كان غيره مصدر البترول يا سادة ملوش وطن. بس تقرير الخبر اللي معايا بقول كلام تاني، لازم نلحق نتصرف. أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ بتقترحوا إيه؟ نقدم نفسنا المندل؟ والله النهاردة ممكن نلحق نحط إيدينا في إيده، لكن لو استنينا لبكرة هيكون الوقت فات. أوه اسمعوا بقى بمنتهى الوضوح، اللي بتقترحوه ده مرفوض. طول ما أنا قاعد على الكرسي ده موقفي مش هيتغير، وهتحمل الخسارة لحد الأزمة بتاعتي. أيوة بس تتحمل الخسارة بأي رأس مال. للأسف في الوضع ده البنك بتاعي ما يقدرش يقدم أي قروض جديدة. إيه؟ أنت كمان فقدت الثقة فيا؟ معقول؟ وأنا هعمل إيه؟ وإزاي عايزني أثق في وضعك المالي إذا كانت أول إشارات الفزع خرجت من المكتب ده؟ الـ4000 سهم اللي اتباعوا النهاردة الصبح كانوا باسم الأنسة هنريتا صديقة حضرتك. مستحيل مستحيل. أنت متأكد من الكلام ده؟ رد علي. أيوة يا فندم، في ناس شافوهم ناس شافوهم في نادي اليخت امبارح. كدبين طبعا. مين اللي شافها؟ أنا شفتها. وأنا. أنتوا كمان كنتوا في نادي اليخت؟ مدهش. أظن كده الصورة بقت واضحة، الكل بينط من المركب اللي بتغرق، مش كده؟ عموما أنا هعرف أعدي الأزمة، ودي مش أول مرة، ولو رأس مال الشركة مش هيغطي الخسارة هغطيها أنا من مالي الخاص لغاية آخر مليون. أظن كده ما بقاش في كلام يتقال. اتفضلوا لو سمحتوا، أنا محتاجة بقى لوحدي. أندال كومانا كلاب حتى هي. أنا تعبان وصداعي.
مسكين يا ريكاردو، صاحبتك خانتك واصحابك اتخلوا عنك، ويمكن كمان ينتهي الحال بيك في السجن. انت مين؟ دخلت ازاي؟ انا صاحبك من زمان، يا ما حلمت بيا وانت صغير، مش فاكرني؟ انا لا مش فاكر الحقيقه. انا شفتك قبل كده، شفت صوره في كتاب الاطفال اللي كنت بتحبه، كتاب السماء والارض، فاكر؟ في ظهر الكتاب على طول. ايه في سحابة حمراء ومرضيطة وعباية سودة ولسان مشقوق؟ بالظبط كده، ده كان الموضة زمان، بس كل عصر وله أوان طبعا. لا 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 لا, لا. أيوة لو سمحت انت تكلم جد. حضرتك عايزني أصدق إني بكلم الشيطان؟ محسوبك. بص يا حضرتك، أنا مش عارف إنت جيت لي من أي مستشفى مجانين، بس صدقني إنت اخترت وقت مش مناسب للمرة. مش مناسب ليه؟ مش كنت زعلان ويائس قبل ما أجي؟ بالظبط كده، وما عنديش وقت للكلام الفارغ ده. أنا بقى بختار الوقت ده بالذات عشان أقدم خدماتي. يا أستاذ أنت إنسان قدامي من لحم ودم. الشيطان ده فكرة مش حقيقة. على فكرة اللحم والدم دول مهمين جدا للشغل. بص أنا هشرح لك. الشيطان ده ثلاث درجات. واحد أرستقراطي ورفيع كده وأنيق، ده بقى للملوك ورجال الدين. واحد شعبي للفلاحين والعمال والموظفين الصغيرين. أنا بقى شيطان برجوازي لرجال الأعمال. بقول لك إيه، أنا سهيت كفاية كده، اتفضل من غير ما تروض وإلا رميتك في الشارع. هتضيع وقتك عموما. حاول واسمح لي، وانت بتحاول هاخد كاس من البار بتاعك. خوان انت يا زفت يا خوان، ما تتعبش نفسك. طول ما انا هنا لا الجرس ولا التليفون هيشتغل ولا حد هيسمعك، حتى الزمن نفسه هيوقف. عارف ساعتي واقفة فعلا، حتى بندق ساعة الحيطة واقف. مش ممكن، معقول ده حقيقي؟ أنا بجد بحلم. اقعد بس اقعد يا راجل، ما تخافش، وخلينا بقى نتكلم زي الأصحاب كده. مش احنا أصحاب برضو ولا ايه؟ أصحاب؟ طيب ماشي. طيب ممكن أعرف أنت هنا ليه؟ عديت على البورصة عشان عندي هناك زباين كتير، شفت الوضع اللي انت فيه صعبت علي، فجيت أقدم لك عرض. بالنسبة لي تقدر تعتبر دي تجربة علمية، لكن بالنسبة لك اعتبرها صفقة. اعتبر اني جاي أعرض عليك صفقة، بس صفقة روحية طبعا. أنا أصلي طبيعتي رومانتيكي حبتين، وفي حين البشر مشغولين باحتياجات الجسم والفلوس والحاجات المادية دي، أنا دايما مشغول بالروح. فهمت، عايز تستولى على روحي عندك. غريبة، أنا كنت فاكر إن ضياع روحي مش محتاج منك كل المجهود. أنا روحي ضاعت مني من زمان. الحقيقة عندك حق، المكتوب في الملف عندي عن روحك بيأكد لي إنها تقريبا استوت. صفحتك مليانة بالندلات والخيانات، عمر ما أوجاع الناس أثرت فيك، وتقريبا عمرك ما سددت دين أو وفيت بوعد من غير ما يكون ورا ده كله مصلحة. أما اللي عملته في الستات بقى فأهو حدث ولا حرج. يعني باختصار، كل اللي القانون والأخلاق قالوا لك تحترمه كسرته، وكل اللي قالوا لك تعمله ما عملتوش. حاجة واحدة بس ناقصة ولسه ما عملتهاش، الأكل. إيه؟ إنت جاي تقولي قاتل؟ بالظبط،
الحاجة الوحيدة اللي ناقصة. خليك جريء واعملها، وانا هرجع لك كل السلطة والفلوس اللي بتتسرسل من بين ايدك مع كل دقيقة بتعدي. لا 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 لا، شكرا. لو كنت قلت لي اي حاجة تانية ما كنتش قلت لا، لكن الاكل لا مستحيل. مطرش دي جناية فظيعة. جناية؟ يعني انت متأكد انك ما ارتكبتش جناية فظيعة زي دي قبل كده؟ انا زي ايه؟ كل حاجة مكتوبة. يعني مثلا خد عندك، لما كنت صغير كنت بتلف في المينا تدور على الموز القديم اللي نصه بايظ اللي جاي مع سفن الشحن عشان تاكله وتسد جوعك، وبعد 30 سنة بقيت ترمي أطنان من الموز السليم من المراكب عشان سعره يغلى، صح؟ اسمه إيه العمل ده في نظر الأطفال الجعانين اللي لسه في المينا؟ أنا ما أقدرش أي تجارتي بالاعتبارات العاطفية دي. القلب ملوش في التجارة، القلب أحياناً بيكون معوق. أنا متفق معاك في النقطة دي. طيب سيبنا المشاعر وخليها على جنب وخلينا مع الأرقام. أنت بتفهم في الأرقام مش كده؟ في شركتك 3000 عامل وكلهم بيموتوا أصغر من متوسط العمر بخمس سنين. ليه؟ لأنهم بيتنفسوا غبار المناجم وعوادم المداخن وبخار الكيماويات. 3000 إنسان في خمس سنين، دول 150 قرن يا ريكاردو، رقم له وزنه برضه، مش كده ولا إيه؟ أيوة بس أنا ما اخترعتش النظام ده. أيوة بس مستفيد منه وعايش في خيره وراضي بيه. لاحظ إن ما حسبتلكش معاناة اللي جالهم رب وأمراض صدرية أو اللي اتولدوا أطفال قبل الأوان. أيوة بس إحنا بنعالج الموظفين بتوعنا فأحسن مستشفيات في البلد. طبعا تسيبوا الأمراض وبعدين تمنوا على الناس بالمستشفيات. أنا مش فاهم، أنت شيطان غريب أوي. أنت جاي تساويني على روحي ولا تديني درس في الأخلاق؟ لو أنت شيطان بجد المفروض تبقى سعيد بيا. ومين قال لك إني مش سعيد وفخور بيك كمان؟ أنا بشوف إن كل حاجة أنت عملتها لحد النهاردة كاملة. بس برضو أنا ما عملتهاش لوحدي، كل رجال الأعمال وأصحاب المصانع بيعملوا كده، السوق نفسه كده. عندك حق، دي كلها جرائم صعب تحدد واحد بس مسؤول عنها. عشان كده يا عزيزي أنا جاي أقترح عليك تعمل جريمة تبقى أنت بس اللي عملتها ومسؤول عنها. ما تعملش هتل، مش هتل. على مهلك، بس على مهلك، راجل الأعمال زيك المفروض ما يرفضش عرض من غير ما يعرف التفاصيل. مهما كانت التفاصيل مغرية، كوني أبقى جبان أو ندل أو مش مهتم بسعادة الناس دي حاجة، وكوني أقتل حد بإيدي دي حاجة تانية خالص. ومين قال لك إنك هتقتل بإيدك؟ إيه؟ تقصد إيه بالظبط؟ مش فاهم. بص، أنا العامل المادي ما يهمنيش كتير، أنا كفاية عليا النية والعزم. إنوي أنت بس الأكل وأنا هتكفل بالباقي. لا أنا مش مطمن، العروض اللي تبان مغرية دايما فيها تفاصيل تودي في داهية. يوه برضو مش واثق فيا. اسمع اللي هقول لك عليه كويس، الضحية انت ما تعرفهاش ومفيش بينك وبينها اي صلة ومش هتشوفها، صدقني ده عملية نظيفة 100% ما فيهاش ولا نقطة دم. من غير دم؟ من غير دم. ها قبلت؟ مش عارف، محتاج افكر، وكمان اضمن منين انك هتوفي بوحدك؟ أنا عمري ما قلت حاجة وما عملتهاش، وعموماً دي صفقة وزي أي صفقة هتكتب عقد، تكتب فيه أنا ريكاردو خردان أتعهد بأن أقتل إنسان. بس من غير دم. من غير دم، وأنا هتعهد لك في العقد إن فلوسك ترجع، وأضمن لك فيه إن مفيش أي حد هيعرف ولا يبقى في أي قانون إنساني يقدر يحاسبك أو يعاقبك،
والعقد شريعة المتعاقدين. ها لسه شاكك؟ بيقولوا اللي بيرتكب جريمة بيحلموا بضحايا. ده لو يعرفوهم، بس انت لا، انت تقدر تختار اي راجل في اي حتة في الدنيا، وكل ما كان المكان بعيد كل ما كان احسن. خلينا اشرح لك فين وازاي ممكن اقلع الجوانتي ده. طبعا اتفضل اتفضل. بص معايا، بص معايا على نموذج الكرة الارضية دي. هنا 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 مثلا على الناحية التانية من البحر في قرية صيادين في أقصى الشمال في النرويج. عمرك رحت هناك؟ لا. أحسن برضو. دلوقتي ركز معايا وتابع معايا كده. الوقت ليل هناك. بيتر أندرسون صياد زي أي صياد، طالع التلة وراجع بيته اللي بيطل على البحر، والهواء شديد جدا. سامع؟ سامع صوت الريح؟ سامعها؟ ايوه سامع سامع. بيتر لسه حالا شاري مركب وراجع وهو فرحان وبيغني اغنية قديمة. سامعها؟ يا دنيا يا غرامي، يا دمي يا ابتسامي، مهما كانت سمع صوت بيقرب. برافو برافو، ده معناه ان روحك دلوقتي هناك. بيتر اندرسون شرب شويه ويسكي صغيرين والطريق مزحلق والهواء شديد لدرجه انه ممكن يوقع راجل قوي زي بيتر اندرسون من فوق التله في البحر. فلما ده يحصل ويطلعوا جثته بكره الصبح من الميه هيقولوا ايه؟ الريح وقعته. استني، ايه؟ شويه عزيمه وجهد صغيرين والصفقه تتم. ولو ده مش كفايه، ايه رايك لو خليت لك خوزيه مندل يفلس؟ مستني ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت عايزني اعمل ايه؟ امضي امضي على العقد ده وكل حاجه تتم. توقيع صغير مش اكتر. امضي. انا همضي. هات القلم هات القلم. شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس. صيادين كتير زي بيتر بيموتوا في حوادث زي دي كل يوم. كده انا مهمتي انتهت هنا. بعد اذنك من حقي طبعا احتفظ بالعقد اللي بيني وبينك، هشيله دايما في جيبي ده. اما بخصوص البورصه والفلوس فهتسمع حالا اخبار تفرحك. مبروك. استنى استنى، ما تمشيش. مين اللي صرخت؟ بتفرق معاك في ايه؟ عايزة، كان في صوت واحدة ست. كل ما تعرف اقل كل ما يبقى احسن، صدقني. بس الصرخة. اسمع كلامي يا ريكاردو وما تفكرش كتير. مسكين بيتر اندرسون كان بيغني وكأنه بيحب وكان شكله سعيد. تصبح على خير يا عزيزي. مستحيل مستحيل مستحيل، تأكيد كان عيب. بس أنا شفته بعيني، عارف الساعة رجعت تتحرك. مش ممكن. خوان خوان خوان. خير يا هندم. امسك الراجل اللي خرج من هنا، امسكه فورا. أنهي راجل يا مومبي؟ أكيد شفته، ده لسه خارج حالا، لابس بدلة سودة وكرافتة. مستحيل يا فندم، انا قاعد طول الوقت بره حتى ما دخلتش الحمام. واحلف لك ان مفيش حد دخل او خرج من الباب ده. ايه يعني انا اتجننت مثلا؟ طب ما سمعتش الهوا؟ ما سمعتش الاغنيه؟ طب الصرخه ما سمعتش الصرخه؟ يا فندم حضرتك تعبان وما نمتش بقالك 3 ايام، وتلاقيك شربت الخلطه اللي انا عملتها لك، ودي خلطه جديده ممكن تخليك تحلم وانت واقف. وكمان شربت كاسين هم، فمش غريبة يعني يتهيألك حاجات.
كاسين؟ أنا مش فاكر كاس واحد. يا فندم، هو في حد بيفتكر حاجة بعد أول كاس؟ طبعا عندك حق، هو حلم، أكيد حلم. شكرا يا إخوان، شكرا. العفو يا باشا، العفو يا باشا. أنا هروق لحضرتك المكتب قبل بمشي. هو الجوانتي ده بتاعك؟ جوانتي؟ شفت، لو كان الجوانتي حقيقي هي تبقى الإيد اللي كانت جوه الجوانتي حقيقية، يبقى الراجل صاحب الإيد برضو حقيقي. يعني ألو؟ أيوة أنا. إيه؟ بتقول إيه؟ طبعاً، طبعاً كنت متوقع بس مش بالسرعة دي. طيب، وقفوا الشراء، وقفوا الشراء لحد ما أقول لكم هتعملوا إيه. بيبي بيبي، سمعت الأخبار يا ريكاردو؟ أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق، بس أنا كنت واثقة تماما ان انت كنت هتعدي الازمة. احنا لازم نحتفل بالمناسبة دي. هو الوضع اتغير؟ لو ما كنتش سمعت الخبر حالا كنت طبعا عرفت اول ما شفتك. طبعا اكيد انت عرفت. اكيد البورصة اتقلبت واسهمنا بترتفع، مش كده؟ لو كنت هناك يا ريكاردو، لو كنت هناك وشفت اللي حصل، حقيقي مش اقل من معجزة. غريبة إنك مبسوطة مع إنك بعتي أسهمنا بالخسارة النهاردة الصبح. أنت عرفت؟ ريكاردو، أنا كان لازم أعمل كده. أنا خفت وخوفوني إن الوضع سيء جدا، وكان لازم أتصرف ونلحق أي قرشين ليا وليك، حاجة كده تأمن مستقبلنا أنا وإنت. طبعا كريمة جدا، شكرا. أنا ما توقعتش منك غير كده. اسمعي هنريتا، العربية اللي تحت اعتبريها آخر هدية مني لك، خديها وروحي بيها. إيه ده؟ أنت بترميني في الشارع يا ريكاردو؟ لا، أنا بسيبك مطرح ما لقيتك. سلمي لي على مندل. ريكاردو، لا، أنا مش ممكن أخونك، أنت فاهم غلط. أنا بحبك وبكرة تعرف أنا عملت إيه عشان خاطرك. لا يا ريكاردو. يا سيد خردان، أخبار مهمة مش كده؟ في خيالي، العمال وقفوا الإضراب وأبار البترول رجعت تشتغل والأسهم أسعارها بتزيد، انقلاب عجيب، الأوضاع اتغيرت 180 درجة. بس كده؟ ومفيش أخبار تانية عن مندل؟ مش هتصدق، حريق كبير في أبار البترول بتاعته وأسهمه نازلة ترف. فهمت. وانتوا دلوقتي جايين عشان تهنوا المنتصر، مش كده؟ احنا عمرنا ما شكينا في قدراتك يا ريكاردو بيه، احنا بس كنا بنحاول ننصحك. ما تخافوش، أنا فاهم أصول اللعبة وعارف الدنيا ماشية إزاي. أنا برضو متأكد دلوقتي إن مفيش أي حد هيقدر يقف طريق، مفيش أي حد. لكن يا ترى هيبقى عندي فلوس كفاية عشان تمسح الدم؟ الدم؟ فين الدم ده؟ هناك في قرية الصيادين. بكرة الصبح هيكتشف نورس من نوارس البحر جثة صياد. فأنا دلوقتي بسألكم سؤال، انتم اللي بتشتروا وبتبيعوا كل حاجة، ادفع كام عشان ما اسمعش صوت صريخ واحدة ست؟ ريكاردو انت كويس؟ مستنيين ايه؟ واقفين ليه؟ مش هنتوني خلاص؟ انا عايز افضل لوحدي من فضلكم، لوحدي. اخرجوا من هنا. يا دنيا قرالي، وانا اللي كنت
بك يا دنيا. هناخد بريك 3 دقايق قبل ما نبدأ الفصل التاني. شكرا. جميل يا جماعة، ايه ده؟ يا نهار ابيض، عشت جمال، عشت جمال، لا والله ده جميل جدا. الشطار كلهم هايلين. ها؟ ريكاردو عبد الله وشادي كلهم هايلين. ليه؟ وهنريتا برضه ربنا نفخ في صورتها جامد. لا يا عم انا مش مقتنعة بأدائي. ده لا والله جميل. بالعكس النهارده احلى اداء. كنت جميلة جدا. أكمل جميل. أنا عايز أشكرك، رائعين يا جماعة. حد أخد باله أكمل عمل إيه في النص؟ لما عبد الله كان ناسي كذا مرة. مش ممكن عمل إيه؟ النت هو اتصدم بقى، اتصدم من الشك. ماشي يا صاحبي. العرض أيوة جميل النهارده، العرض جميل النهارده بالحضور، بالحضور كمان طبعا. يعني انا خدت باله بيقوله رد عليا، هو ساعه بيقوله رد عليا دي كان عبد الله ناسي يفتح الميكروفون. قطع عندي اللي كده، انا قطع. لا ما خدتوش بالكو، انا برضو دخلت قبل الراوي. يلا يلا يلا. بس انا قلت عادي يعني، كاني كنت موجوده التليفون بقى، وبعدين رجعت تحيه من اول وجديد. بس في حاجه عايزه اقولها لاكمل. اكمل، انت لما بتوطي صوتك قوي بيختفي تقريبا. خد بالك مش شاتي اكمل كده، اللي ايه الورد نزل عليك كتير وعايزين احتراف وكده، يعني في مطالبات بالاحتراف طبعا. في منافسين كتير ليك دلوقتي يا ستيلا. لا انا أيوة بس عايزه بس ياكد لي انه هيرفع صوته وبيكلمني، انا ما كنتش سامعاه. لما بيوطى بيوطى قوي، بس هو برضو متهيألي لو علينا الصوت من عندنا هنبقى سامعينه كويس. انا يعني كنت سامعه كويس، شفت حتى السماعات في ودني تقريبا. لا وانا سامعه على السبيكر كويس عندي، انا كان الصوت واطي الحقيقه. طيب دقيقه واحده ونبتدي علشان بتأكد بس ان اكمل موجود. انا موجود، انا موجود. لا وسامع كل حاجه ناس، انا كنت عامل ميوت بس، انا اسف كنت عامل ميوت. مش قلت لك يا دكتور اكمل اول ما يسمعوا ريكاردو هينبهروا كلهم. الله كتر خير، هتنهار العروض عليك. هم لسه لما يشوفوا ستيلا في المشهد بتاع مش مسامحه ده، ده انا بحس ان هي يعني ما تحرقوش المسرحيه. ستارز بورد. يلا احنا جاهزين في اي وقت انتوا عايزين. اسماء انت هتقولي بقى كلمه البدايه. هنرجع دلوقتي للفصل الثاني، نبدا مع بعض الفصل الثاني. المشهد في بيت بيتر اندرسون، بيت متواضع من بيوت الصيادين على شاطئ من الشواطئ الاسكندنافيه. مجداف متعلق على مسمار في الباب وشبك صيد متعلق في البلكونة على جنب، وعلى رف من الرفوف نماذج صغيرة للأوارب، شوية منهم مش كاملة والباقي كامل. في النص ترابيزة سفرة كبيرة ودولاب تلحيق لأدوات المطبخ والأطباق، ودفايتين، واحدة قديمة من الحديد والتانية على شكل تجويف في الحيط بيتولع فيها الحطب. طرقة على جنب للمطبخ، والجنب التاني سلم، وجنبه باب بيفتح على المزرعة، باب من جوه وشباك بيطل على البحر. والجدة لوحدها في البيت بتحضر السفرة، بتفكر وبتكلم نفسها بصوت عالي. مفرش للغدا والتاني للعشاء، وبعد ما طبق المفرش أفرش الملاية، ولازم أرجع أحط المفرش تاني. والدنيا هص هص، ودلوقتي أهو طبقين وشوكتين وسكنتين زي مبارح وأول مبارح، دايما اتنين اتنين بس. أيام ما كنا ثلاثة
كان البيت مليان بالفرح والكلام عن بكرة والمستقبل، وساعات كنا نضحك من قلبنا لما نبيت يدلي من ساعة ما نقص طبق من السفرة وكأنها بقت كبيرة علينا. ما هو الطبق اللي نقص ده طبق الراجل، ولما يغيب الراجل يعني ما فيش لا نبيت ولا سعادة ولا مستقبل. اتنين ستات لوحدهم وما فيش حاجة ليها روح، مفرش السفرة بارد، حتى السرير بارد، والصمت كئيب حزين، البيت اللي فيه ستات بس. يا جدتي أهلا أهلا، بالعينين اللي بيضحكوا على طول، فينك؟ افتكرتك نسيتي طريق بيتنا. سمعت صوتك بتتكلمي وأنا برة، افتكرتك بتتكلمي مع حد فاتكسفت أدخل. بتكلم مع نفسي زي ما انت شايفة، عايزيني أعمل إيه؟ أكتم الكلام ولا فضفض؟ أتكلم طبعا مع إني مفيش حد بيسمعني، أصل كتم الكلام بيموت. قوليلي جوزك عامل إيه؟ أهو في البيت بيشتغل. بلاش تسيبيه لوحده كتير لأنه بيشرب كتير، وهو لوحده وراقبيه. ها وابنك كويس؟ كويس، هو ده اللي عندك؟ مفيش حكايات يعني؟ مش بيمسك ديل القطة ويعاكسها؟ مش بيجر الشباشب على البلاط ويعمل دوشة؟ مش بيقلب حلة المية السخنة؟ ما بيحدفش العصافير بالطوب؟ احنا كنا على الشط مبارح، كان ممكن تيجي تشوفيه. كنت خلصانة من الشغل يا بنتي وما قدرتش اتمشى لحد الشط ولا اشوف حد. مش كنت تجيبيه معاكي وانت جاية؟ معلش، اصلا انا كنت معدية من هنا بالصدفة، وبعدين ما كنتش عارفة ان حد خدني. بس على فكرة دي مش اول مرة اشوفك تعدي من جنب البيت وما تدخليش. ما هو ده مش سببك. يوه، امال بسبب مين؟ اختك؟ هي هنا في البيت؟ لا، هي في المزرعة بتقص الزرع. انده لها؟ لا 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 بلاش، سيبيها، انا كنت عايزة اقول كلمتين على انفراد. انت خايفة منها؟ قوليلي يا فريدة، اختك هي السبب اللي بيخليك تداري وشك وتمشي بعيدة عن البيت؟ ستيلا اتغيرت من ساعة موت بيتر، بتبص لنا كده زي ما يكون حد مننا هو المسؤول عن مصيبتها. اعذريها يا بنتي، دي ضاع منها كل حاجة، لكن انتي ربنا يبارك لك، عندك اسباب للهنا والخير عندك كتير والحمد لله. بس الخير اللي عندي واللي انتي شايفاه كتير انا حاسه انه قليل. عارفه ليه؟ علشان مش عارفه اديها منه حاجه. سيلا ما بتقبلش مني اي مساعده يا جدتي. يا حبيبتي، لا منك ولا من اي حد غيري، دي عزه نفسي يا بنتي. عرفتي دلوقتي ليه بمشي من بعيد؟ انا مش عايزه اشوف اختي بتغزل شباك الصيد للناس، او بتنحت مراكب خشب في الشتاء بالليل، او حتى بتشتغل في الارض زي الرجاله. بس هي رايها ان كده احسن. طيب ليه تحكم على نفسكم بالوحده؟ انا بيتي كبير ونقدر نعيش مع بعض. هي هتسيب الحيطان دي برضو؟ يمكن تعمل كده في المستقبل ويكون برغبتها. ده في مرة تعرض عليها تأجر الأوضة اللي بتبص على البحر، والمستأجر اللي هيدفع أجرة كويسة دايما موجود، حتى ده رفضته. صدقيني هي مش هتخرج من هنا، ومش هتقبل إن أي غريب يبص من الشباك اللي بيتر يا حبيبي كان بيبص منه. لإمتى هتقدر تستحمل؟ لإمتى؟ لإمتى هتقدر تستحمل ترعى بيت فيه شباك متعلقة ومركب مركون؟ شغلها مهما عملت مش كفاية. مش عارفة يا بنتي، مرت سنتين تقريبا والحال بيسوء، مين عارف يمكن الظروف تتحسن. لا يا جدتي، انت فاهمة الموضوع زيي، وعارفة أجرة المزرعة المتأخرة، ومفيش غير المركب هو اللي هيسدد الأجرة. يا ترى هتفرطوا فيه؟ المركب ده محدش يقدر ياخده، وهنحافظ عليه بضوافرنا وسناننا.
مش هتعرفوا حافظوا عليه من غير ما تدفعوا أجرة المزرعة إزاي؟ وهو كمان البيت اللي من غير راجل يبقى كتير عليه قوي 13 جنيه؟ طيب حاولي تفتكري إن بيتي فيه راجل شديد وعفي وإننا عيلة. عموما أنا جيت أقولك إننا دفعنا أجرة المزرعة علشان تحافظوا على مركب بيتر. هو كريستيان دفع؟ عشان كده بتستخبي من أختك. أصلها لو عرفت إنها فلوسنا أكيد هترفض. في إيه يا فريدة؟ خبيين إيه عليا أنت وأختك؟ في حاجة حصلت بينكم؟ من ناحيتي أنا لا، لكن أنا معرفش إيه اللي في دماغها. قولي لي يا جدتي، هي ستيلا ما قالتش أي حاجة خالص ليكي؟ عن إيه؟ عني أو عن كريستيان مثلا؟ وإيه اللي بينها وبين جوزك؟ يعني أنت عارفة أنه كان دايما مع بيتر، كانوا دايما سوا. أيوة مع بعض صحيح، لكن عمرهم ما كانوا صحاب، وانت عارفة ده كويس. بس انت ايه اللي فكرك يا فريدة بالكلام ده دلوقتي؟ لا مفيش حاجة، مش عشان حاجة يعني. مش عشان حاجة، انت عايزة تقولي حاجة؟ يعني بصي، هي حاجات كده كانت بتدور في دماغي بس عدت خلاص يعني. صح كده، لو في حاجة في نفسك مضايقاكي اصبري واستحملي زي ما هي بتعمل وزي ما كل الناس بتعمل. تسكتي دايما تسكتي. انا كمان معبية على اخري وما عنديش حد افضفض له باللي جوايا. على العموم انا قلت لك كل اللي عايزاه، ويا ريت يعني استيلا ما تعرفش. طبعا ما تعرفش، وهتعرف منين؟ كل الاسرار اللي في البيت هنا انا كفيلة حافظ عليها. انا اتولدت كده وحفضل كده. ما تعرفيش ان العيال كانوا بيخوفوهم بالظلمة، لكن انا كانوا بيرعبوني بالسكوت. سلام تاني يا ماركو، ازيك يا أخي؟ أنا عمري ما سمعتك مرة بتقول تحية كاملة. سلام، لازم تقول تحية الليل كاملة. ها أراهنك ما بعتش حاجة. تخمينك صح، ولا حاجة بعتيه. مع إن ناس كتير جات في المركب، ومش أي ناس، دول التجار اللي بيسافروا ويعرفوا يجيبوا القرش من آخر الدنيا، الفلوس اللي قيمتها دايما بتزيد. بس دول رايحين جايين يتفرجوا وبس. وانت ساكت زي الصنم وبتتفرج عليهم وهم معديين. كان لازم تشدهم بالكلام لو البضاعة مش عجباهم. ده معناه ان مش نافع في الشغلانة دي، كل واحد وطبقه بقى. بلا واحد بلا نص، ده كلام. معلش يا جدتي، دي مش غلطته برضو، محدش بقى بيشتري الحاجات دي زي الأول. المصانع بتعملها أرخص بتوديها للبيوت. قولي يا ولا، طلبت كام؟ اللي اتفقنا عليه 3 جنيه. 3 جنيه من غير تخفيض؟ طبعا، أنا لو مكانك كنت هعمل كده. بكام النموذج ده؟ 4 جنيه بيه. ده من خشب الصندل بريحة الغابة، ده غالي جدا جدا جدا، والله بنضحي بيه. ده أخد 20 ليلة من الشغل من 6 إيدها تلجت، بس عشانك هبيعه ب2.5. ب2.5 يا بيه. لا 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 لا، أنا مش هدفع أكتر من 2 جنيه. 2 جنيه حلال علي، حلال عليك يا بيه. كده شايف؟ مش طالبة كتر كلام، هو التمن هو التمن تمن واحد. يهبل يهبل، هو الكلام ما يسويش حاجة. بدل ما بتذكر يوم الحد، كان حقك تيجي الكنيسة وتسمع اللي قاله القسيس. ده قال لنا إن الرسل اللي المسيح بعتهم للدنيا الواسعة كانوا صيادين فقرة زينا. تفتكر إداهم إيه ينضلوا بيه؟ السيف؟
ولا الفرس، لا 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 لا، اداهم كلمة وبالكلمة بس فتحوا العالم. ده موضوع تاني، بس يعني أنا صحيح ما بعتش حاجة، لكن لو على الكلام أيوة اتكلمت. مع مين؟ مع واحد معرفوش من ركاب المركب، جاي من الجنوب، كان على الشط وسألني أنت اللي بتنحت النماذج دي؟ قلت له لا، دي مرات بيتر أندرسو، ولما سمع الاسم وشه اتغير وشفايفه اترعشت وكأنه برداه، وكرر الاسم مرتين بصوت واطي، بيتر أندرسون، بيتر أندرسون. غريبة قوي. ها وبعدين؟ وبعد كده شاور بإيده ناحية القرية وكأنه عارفها، وقال لي ده البيت اللي فوق التل مش كده؟ قلت له أيوة أيوة يا سيدي هو ده. سكت تاني وفضل يبص. ده كل اللي حصل. ده كل اللي حصل؟ يا متخلف يا متخلف، يعني راجل جاي من بلاد بعيدة وكان يعرف بيتر وسأل على بيته وسبته كده كأنها حاجة عادية بتحصل كل يوم. يا ستيلا ستيلا. طيب مع السلامة يا جدتي. اقعدي، مستعجلة ليه؟ أصلا اتأخرت وابني سايباه لوحده. قلتلك اقعدي استني. فريدة بتمشي علشان أنا جيت. اسمعي يا فريدة، الوقت اللي بنقضيه في الكلام في الأمور اللي محتاجة توضيح مش وقت ضايع. لو عندك حاجة عايزة تقوليها لأختك قوليها. علشان كده كنت بتزعقي وتناديني يا جدتي؟ لا، ده ذنب عم ماركو. يا غلبانياني، بيقول ان حد من اصحاب بيتر جه المينا وبيسال عن بيته، واحنا زي ما انت شايفه لا عارفين هو مين ولا عايز ايه ولا جاي ليه ولا رايح فين. بتقول ايه؟ حد من اصحابه؟ انا ما قلتش انه صاحب، واللي قلته ان شكله عارف الاسم والبيت بس. طب جاي منين؟ ماركو بيقول جاي من الجنوب، جاي بالمركب. الجنوب؟ جايز برضو، بيتر سافر في البحر لكل الأماكن وكل اللي عرفوا حبوه. سمعتها؟ مستني إيه؟ مش هتروح تدور على الراجل ده يهبل؟ لو حد قال لي روح هروح. روح يا ماركو، بيت بيتر أندرسون كان دايما مفتوح لأصحابه. صاحبه جاي، الله أعلم منين. لازم نقدم له حاجة، وكمان لازم نرتب كل حاجة ونصفي الجو. فريدة فريدة استني، مش انتي وصتيني ما قلتش لأختك؟ أيوة أيوة، بخصوص فوائد الدين. يا ستيلا، أختك دفعت لك الـ13 جنيه. آه يا ربي، ما تعرفيش تسكتي مرة واحدة في حياتك؟ لا يا بنتي ما عرفش، صفوا انتوا بقى اللي بينكم، أنا ماشية. فريدة. أيوة، عملتي كده ليه؟ قلتلك 100 مرة أنا بعرف أدبر أموري بنفسي. مش أنت عملتي كده عشاني قبل ما نتجوز؟ وقتها ما كانش فيه فرق بين فلوسي وفلوسك. أيوة بس الوضع مختلف دلوقتي، الست المتجوزة كل اللي في بيتها بيتك جوزها. كريستيان كريستيان ما يعرفش، دي فلوسي أنا محوشاها من الأول. يعني حوشتي الفلوس دي كلها من غير ما يعرف؟ عملت كده علشانك، خفت تتكسفي تاخدي من فلوس كريستيان. أنا عمري ما طلبت حاجة من حد ومش محتاجة. بقولك دي فلوسي عشان ننقذ مركب بيتر، عايزة ترمي الفلوس دي في وشي؟ لا يا فريدة، أنا مقدرة وفاهمة إحساسك، بس لازم أسدد لك الدين، هي دي كل الحكاية. شكرا. سيلا، هو أنا مضايقاكي في حاجة؟ لا يا حبيبتي بالعكس، ده أنا بشكرك، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. هو ده مش ذنبي، كل ما أشوفك ألاقيكي متغيرة قوي، بعيدة عني جدا، ولما بحاول أكلمك بتبقي مش سمعاني، كأنك كده في عالم تاني. بالنسبة لي مفيش حاجة، هو بس الحزن. وليه متمسكة بالحزن يا ستيلا؟ ستات كتير في القرية حصل لهم اللي حصل لك وعرفوا يصبروا، ده نصيب ولازم نحترم إرادة ربنا. هم قدروا يصبروا،
علشان مصايبهم مش زي موت بيتر اللي كان بطريقة غريبة. هو مين بس يقدر يقاوم الريح؟ مش ضربة ريح اللي زقته للموت يا فريد، دي ايد راجل. لسه مصدق ان في حد قتله؟ انا شفته بعيني من الشباك ده، صرخت وصريخي ما نفعش لانه كان سريع زي البرق، قتله على غفلة واختفى في الضلمة. طيب ليه ما قلتيش كده لما القاضي سألك؟ علشان ما اقدرش احلف اني عارفة هو مين، وكمان كنت عارفة اني لو اتهمت اي حد من البلد كانت الناس قطعته. انت عارفة بيتر كان محبوب من كل الناس قد ايه؟ مش يمكن عينك خدعتك، مش يمكن خيال الشجر اللي بتهز من الريح تهيأ لك انه راجل؟ لا، الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها انه كان راجل، راجل من لحم ودم. بس هو مين؟ ساعات لما بنام بشوف كل اهل البلد في احلامي واحد واحد، كأنهم خيال زي الضباب، منهم اللي بيختفي بمجرد ما يمر قدامي، ومنهم اللي بيفضل ثابت من غير اي حركة، لكن فيهم واحد، واحد بس بيداري نظرته وبيخبي ايديه، بدور على الحقيقة وبسألهم وبتحايل عليهم بس محدش بيرد علي، محدش بيحس بوجع ست وحيدة عايشة حلم مليان أسئلة. أنا فاهمة أنك تبعدي عن الكل، لكن تبعدي عني أنا ليه؟ المسافة بيني وبين بيتك أقل من 100 خطوة، لكن بحس أنها بالنسبة لك 100 ميل. عايز أفضل عايشة مرتبطة بالبيت ده زي المجداف المتعلق على الباب، ده كل اللي باقي لي هنا جوه البيت. طب وانا؟ انا اختك، ما فيش حاجه تربطك بيا؟ يا حبيبتي انت مش محتاجاني، عندك جوزك وابنك. شكلك كده كانك بتحسدي الناس على سعادتهم. فريده، معقول تصدقني كده؟ لا لا يا فريده، انا عمري ما حسدت حد على النعمه اللي عندي، اما بالنسبه لك انت اسمعيني كويس عشان الشكوك اللي عندك دي ما تكبرش، لو تخفيف الم هيبقى على حسابك انت، انا اقطع ايدي قبل ما تضرك. طب لو مش زعلانة مني ليه ما بتخطيش عتبة بيتي؟ يا ترى بسبب كريستيان؟ مش عايزة تريحيني من شغل الخياطة، صابي وجعتني. ما تغيريش الموضوع يا ستيلا، رد عليا، بسبب كريستيان؟ انت حاجة وكريستيان حاجة تانية، واللي ما كانوش اصحاب بيتر عمرهم ما هيبقوا اصحابي. لسه شايلة؟ كنت فاكرة انك نسيتي. سيبك من الكلام ده، ده ماضي فات. لا يا ستيلا لا، الموضوع يستاهل نتكلم بصراحة. انت طول عمرك فاكرة ان جوزي بيكره جوزك. ايه؟ بيكرهه؟ مش عارف، انا قدرت ان هما كانوا في منافسة لان الدنيا حطتهم قصاد بعض كتير، لكن هما ما سعوش لده. واول منافسة كانت عليكي قبل ما يخطبك بيتر، كان كريستيان دايما عينه على شباكك. هيفيد بيه نفتكر ماضي فات. بس لو الغيرة دخلت بينهم فدي حاجة بسيطة يعني، وبعدين أنا وإنت اتجوزنا في يوم واحد وبعد الفرح رجعوا أصحاب زي ما كانوا. بس المنافسة بينهم فضلت قوية، وعلى أي سبب من الأسباب؟ لما كانوا بيخرجوا مع بعض للبحر كان بيتر أحسن صياد، ولما يغنوا في الكنيسة أو البار كان صوت بيتر أجمل. كل الحاجات دي بتحصل بين الرجالة، خصموا النهاردة وبتصالحوا بكرة. أيوه، لحد ما بقوا بيتنافسوا على المركب، كل واحد بيحلم بيه وكل واحد فيهم بيشتغل ليل ونهار عشان يفوز بيه، واللي فاز بيه اللي اشتغل أكتر واللي كان محتاجه أكتر، وفي اليوم ده كان آخر مرة يتخصموا وعمرهم ما هيتصالحوا تاني، لأنها الليلة اللي اتقتل فيها بيتر. وهي خناقة بين 2 أصحاب تبرر البعد ده بيني وبينك؟ الأول غيرة بين شابين عشان واحدة ست، وبعدين بقت غيرة صيادين عشان مركب، دي كل الحكاية؟ تقدري تتهمي كريستيان بحاجة أكتر من كده؟ اتهم؟ هو أنا اتهمته بحاجة أصلاً؟ مش ده معنى كلامك؟ عايز أعرف اللي جواك. طمني، مش زعلانة من كريستيان في أي حاجة، أي حاجة، وحتى لو في حاجة شايلاها، لازم أسكت علشانك وعشان ابنك. ستيلا، أنت عارفة إيه اللي قلتيه دلوقتي يا ستيلا؟ أنا ما قلتش حاجة. لا، أنت قلت كتير، كتير. والوقت متأخر عشان تراجع كلامك، ارفعي وشك وبطيلي. ليه افتكرتي خصمهم في نفس الليلة اللي بيتر مات فيها؟ عايزة أنا أقول إيه؟ يا فريدة اسكتي. مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي بتشوفيه في أحلامك ها؟ مين اللي بيداري عينه وبيخبي إيده؟ كريستيان؟ هو كريستيان؟ أنا ما قلتش كده ومش هقول كده،
هو كريستيان اللي تقصديه، جوزي وانتي اختي، اختي اللي قدرت تفكر التفكير ده. سامحيني سامحيني يا فريدة، احلف لك ما كنتش عايزة اصدق ده، مستعدة اضحي بحياتي وما صدقش ده، لكن ما فيش واحدة في مكاني تانية بتتحكم في اعصابها زي انا. بحبس الكلام وبجز على اسناني، لكن التفكير التفكير ما حدش يقدر يحبسه. ما تعرفيش ازاي انا قاومت الفكره المجنونه دي وصرختي جوايا كتبتها في المخزن. كل يوم بقول لنفسي مش معقول، كريستيان طيب، كريستيان كويس، انا اللي وحشه، انا اللي ممروره. ولما ارجع انام الاقي كريستيان في الحلم واقف زي النمر فوق الضحيه اللي بتنزل. وتلاقيكي فاهمه انه المفروض يشكرك على سكوتك، انك لو اتهمتيه بشكل رسمي كان احسن لك واحسن له، على الاقل كان هيعرف يدافع عن نفسه. استنيت وانا بحاول اقنع نفسي ببراءة، كنت هبقى اسعد واحده لو قدرت اسامح في يوم من الايام، لكن لا، كل خطوه بيخطيها بتزيد شكوكي فيه من تاني. ليه هو الوحيد اللي ما جاش يشوف بيتر وهو مرمي هناك؟ اللي بيسكر دلوقتي هو ما كانش بيشرب ابدا، ليه ده بتترعش وهو قاعد على باب بيتي بيشرب سيجار؟ كفايه كفايه بقى، مش قادره اسمع اكتر من كده. انت بتعرفي تصعب عليكي نفسك احسن مني، بس انت لازم تعرفي، لازم تعرفي ان النهارده اللي بينا اتكسر ومش ممكن يتصلح. انا ماشيه. لا انت كده، استني استنى استنى. ايه تاني؟ انا خرجت من البيت وسايبه راجل حطيت فيه كل ثقتي وكان هو كل حياتي، ودلوقتي انا راجعه له مكسوره، مكسوره ومليانه حزن وشك. بقى انت اللي هتقطعي ايدي قبل ما تضريني، انت اذيتيني اكبر اذيه، اكبر اذيه. انت ما كسبتيش اي حاجه، انت بس سممتي حياتي، ده اللي عملتيه. روحي اقطعي ايدك يا ستيلا، اقطعي ايدك يا ستيلا. دوبنا في كاس الأيام وبقينا زي جمرة النار، ما ننكرش إننا فقراء لكننا نضاف زي الفضة. ستيلا مالك يا بنتي ساكتة وحزينة؟ ما تتزوقي شوية، وعندك في الصندوق منديل حرير وإزازة ريحة. هتزوق لمين؟ ولا أنت شايفة شكلي وحش؟ مش قصدي كده، المفروض انك ست، وانا عايزه اشوفك تشوفي نفسك شويه، ولما كنت في سنك كان حالي زيك. بس الرجاله دلوقتي بتدقق قوي في كل حاجه، وبالذات الاجانب اللي عينهم شافت ناس كتير رايحه جايه وسافروا كتير وشافوا بلاد كتيره. الزياره دي شكلها عصبتك شويه بس دي عصبتني كتير. كنت تصدقي اني انا اتوتر من شعر راسي لصباع رجلي؟ انا شايفه كده، بس ليه؟ ما اعرفش، مجرد التفكير ان راجل جاي من بعيد وهيدخل علينا من الباب ده، وبعد الوحده الطويله دي فكره اني احس تاني بخطوات راجل في البيت واسمع صوت راجل، ملخبطاني يا بنتي. ايه مش كفايه عليكي صوتي؟ او ايه فايده كلام اتنين ستات؟ ده زي المطر اللي بينزل البحر. انا اصلي بحلم بوضع احسن من ده، وضع زي اللي كنا فيه. والراجل لما يكون جنبك يا ستيلا، لما يكون جنبك حتى حطان البيت تبقى قويه، وما تحسيش انك ست الا لما يبصلك. البيوت اللي بيبقى فيها رجالة تملاها اللي بيبقى فيها رجالة بتملاها ريحة الدخان الهادي والأحلام الجميلة. يا جدتي رحتي فين؟ بس هو جاي هناك. اتفضل يا حاضرة، أقدم لك ستيلا أندرسون والجد، وده الأستاذ. هو في الحقيقة أنا ما أعرفش اسمه. خردان، ريكاردو خردان. أنا عملت اللي علي أهو. شكرا يا عم ماركو. سلام عليكم.
ريكاردو خردان، مش فاكره اني سمعت الاسم ده. ده مش اسم غريب. بيتر بعد كل رحلة كان بيحب يتكلم عن الأشجار وعن المراكب والمواني الكتير، وبس كلامه عن الناس كان قليل. انت صاحبه؟ لا لا، في الحقيقة أنا عرفته فترة قصيرة، يوم واحد بس، وده كان من مدة طويلة. يوميها أنا فاكر كويس إنه كان بيغني. هي حكاية غريبة شوية، بس اليوم ده في الحقيقة كان مهم جدا في حياتي ومش هنساه أبدا، وده اللي جابني هنا. جيت هنا علشانه؟ ليه؟ هو أنت ما تعرفش؟ لا 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 لا، أنا عارف. أنا قصدي يعني إني بس كان نفسي أعرف بلده وأشوف حاجته وأشوف الناس اللي كانوا بيحبوه. اللي بيملكوا حاجات قليلة قوي أهي، الحيطان الأربعة دول ومركب مركون، كل القرية كانوا أهله وكانوا بيحبوا قوي، وإحنا بس. أنت إزاي فاكره قوي كده وإنت ما عرفتوش غير لحظة؟ أصل في لحظات في الحياة بتبقى كأنها عمر، ودي كانت لحظة منهم. الأقدار خلت سعادتي وحزني متوقفين على امضتي وعلى اسم بيتر أندرسون، وهو بيتر. يعني تقدر تقولي إنه عمل كل حاجة عشان أخذ اللي أنا عاوزه، بس اللي ما كنتش متصوره أو أعرفه وقتها إن السعادة اللي كنت بدور عليها والحزن اللي كنت بهرب منه ممكن يبقوا حاجة واحدة. وهو عارف ده؟ لا لا، هو ما لحقش يعرف، بس الأكيد إني مديون له بكل حاجة عندي. وفي الحقيقة عشان كده أنا جيت. أنا نفسي أرد له الدين، فلوسي كلها تحت أمركم، ومهما احتجتم أو طلبتم فبالنسبة لي أأكد لكم إن مفيش حاجة هتوفي حق. شكرا على كلامك الطيب وعرضك الكريم، لكن مش هنقدر نقبل، وعموما الفلوس مش هتعوض اللي البلد محتاجه. طبعا طبعا طبعا، مفيش حاجة تعوض. ده اللي كنت خايف منه وخلاني كذا مرة أتراجع عن قراري نياجي، كنت حاسس إنه مش مفيد. لا، إزاي مش مفيد؟ أنت من الأصحاب، والواجب اللي كنت عايز تعمله أنت عملت أزيد منه بكثير. ما تتكلم يا ستيلا، أنت اللي عارفة بيتر كان حيقول إيه لو كان هنا. اللي بيجي لبيتر كان بيقول له البيت بيتك وسجايري أهي والسفرة قدامك. بلاش تستعجلي أرجوكي، مش تتأكدي إني أستحق كرمك. اللي جاي من آخر الدنيا مش بنستجوب، لكن بنشوف هو محتاج إيه. ده اللي اتعلمنا من الكبار. ألف شكر يا مدام. شفتي؟ شفتي يا مدام دي طلع منه جميلة إزاي؟ ده نطق أهل الجنوب. يا مدام روعة. اتفضل اقعد، ووقوفك محسسني إنك مستعجل، مش تعبان من السفر؟ لا شكرا، أنا متعود على السفر. وحتسافر امتى بالمركب؟ بكره مع شروق الشمس. ياه، بسرعه كده. طب تتعشى معانا الليله دي، اوعى ترفض. تحب تشرب حاجه؟ اجيب لك شويه بيره. شكرا شكرا، مش عطشان. طب بردان اولع الدفايه؟ لا 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 اطلاقا، ما تتعبيش نفسك. يعني لا تعبان ولا عطشان ولا بردان، اكيد محتاج حاجه زي كل الناس. معلش جدتي ما تقصدش تلح، هي بس بتحب تخدم الناس وبتنبسط كده. الأكل جاهز، وعندنا سمك صغير شبه السردين، مش مطبوخ على الدخان زي ما بتعملوه، لكن مقلي. يا ترى بتحب الصنف ده؟ في الحقيقة كده شكلي هحب كل حاجة من إيدك. ألف ألف شكر. بتشكرني؟ ده أنت اللي تستحق الشكر، حتى ولو لليلة واحدة بس. حطي الطبق الثالث يا ستيلا، حطي الطبق الثالث. ما تعرفش الحزن اللي بيخيم على السفرة لما يكون عليها طبقين بس، واحد منهم للجدة العجوزة. ثلاث أطباق تاني، ثلاث أطباق تاني. ساحرة جدا الست دي، لطيفة بشكل مش معقول، وهي في العمر ده. هي هتكمل 70 سنة ولسه شاب. ويا ترى هي دايماً كده؟
دايما في الفرح والحزن، عاملة زي الشجر اللي بيحتفظ بأوراقه حتى في الشتاء البارد والظلمة. بناتكم جميلة قوي. لفت نظري بنات بيشتغلوا زي الرجالة وبيغنوا وضحكة مالية وشهم، والغريب إن عيونهم كلها زرقاء. يمكن علشان بيبصوا للبحر كتير. عجبك المكان؟ والله رغم إني لسه واصل لكن حاسس إني حبيته. كنت أتمنى لو كنت اتولدت هنا أو إن ده كان بلدي. شكرا. عم ماركو قال لي إنك بتشتغلي برضو. أيوه ده مش عيب، أصل هعمل إيه لو مش بشتغل؟ أنا قصدي إن الإيدين دول ما يستحملوش شغل الفلاحة في الأرض. دي يدوب مزرعة صغيرة هناك. كنت بتشتغلي فيها قبل كده؟ لا، الأول ما كنتش محتاجة أشتغل لما بيتر كان عايش. زرعنا شوية شجر ورد، بس بعد كده بقت الزراعة ضرورية. وهو من أشكال الحزن في البيوت اللي بيغيب عنها الراجل إن الجناين تتحول لمزارع. فهمت فهمت. طيب ما هو طب ليه بس مساعدتي مرفوضة؟ ده أنا اللي بصرفه في ليلة يشتري اللي بتنتجه المزرعة في 10 سنين. فلوسك ليك وشغلي ليا، ده اللي بيستعدني أنسى. أتمنى ما تفهميش كلامي غلط. لا لا، أنا عارفة أن كلامك قصده خير. شكرا. و أنت شكلك مش سعيد بثروتك. وحكتني بإيه؟ أنت شايفة أهو مش قادر أحقق بيها راحة ليكي مثلا، ولا حتى أشتري ساعة نوم هادية ليا. ليه؟ جواك حاجة عايز تنساها؟ آه حقيقي، يا ريت أقدر. السفر والزمن هيساعدك تنسى. يا ترى هتسافر بعيد قوي؟ في الحقيقة ما فيش حد مستنيني في أي مكان، فأنا بدأت أفكر إن هيساعدني أكتر لو أفوت رحلة المركب بكرة واستنى رجوعه هنا. بس دي قرية فقيرة وإنت شكلك متعود على الراحة، متأكد هتقدر تقعد هنا؟ اللي محتاجه قليل جدا في الحقيقة، لكن تحقيقه صعب. إيه ترى، راحة البال؟ فعلا هي راحة البال. مين عارف، يمكن ألاقي اللي محتاجه هنا. والمركب ياخد كم يوم عشان يرجع؟ أسبوعين. طيب لو يناسبك ترابيزة عليها مبيد وشباك بيبص على البحر، عندنا أوضة فاضية في الدور الفوقاني. إيه؟ هنا؟ في البيت ده؟ وإنت يا ستيل أندرسون اللي بتفتحي لي بيتك؟ بحاول أعمل اللي هو كان بيعمله. الله، أنت ليه بتحط عينك في الأرض؟ مش عارف، يمكن عشان مش متعود على النوع ده من الكرم. أنا جاي من عالم كل حاجة فيه بالمال، حتى الجرائم ممكن تشتريها. أنا جاي من عالم أي حد مش معروف يبعده، لكن أنت عكس كده. لا سألتيني جاي منين ولا أنا مين، وبتفتحي لي بابك. فاهمة ليه بدالي نظرتي؟ لأن فيها 30 سنة من الكذب اللي فضلت أكرره لحد ما بقى قناع ثابت على وشي. سيبك من ده دلوقتي، أنا محرجة إن اللي بقدمه لك قليل. هو أنت كنت طول عمرك غني؟ طول عمري؟ لا خالص، أنا عرفت الفقر من صغري وعمري ما نسيت مرارة الأيام دي. وهو الفقر لازم يبقى مر؟ مر لأنه ما كانش باختياري، يعني مش زي فقرك دلوقتي مثلا. انت دلوقتي صحيح ما عندكيش فلوس، لكن انا عارف ان مركبك اجمل مركب في القرية، وعارف انك لو بعتيه هتحلي ازمتك، وعارف ان كتير 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 هيكونوا عايزين يشتروه. انا احسن لي اشحت في الشوارع ولا اني ابيع المركب ده، وايه اللي هيبقى كاني بعته هو. انا عارف الحكاية، ان بيتر اشتراه في نفس اليوم اللي مات فيه. اشتراه؟ اشترى، دي كلمة واحدة سهلة، لكن كان وراها أيام وليالي سهر عشان يقدر يوصل له. لما كان الصيد في البحر مستحيل، بيتر كان بيشتغل في الغابة بالفاس بتاعه، وبالليل نشتغل سوا ننحت المراكب، وكنا بنجمع الحطب اللي يدوب يدفينا. وبيتر كان بيوفر في التدخين وحتى في الأكل، وكل قسط نجمعه كان معناه أسبوع شربين فيه المر 7 مرات. حتى فلوس هدية جوازنا استخدمناها،
والمعالق والشوك والسكاكين الفضة اللي كنا حوشنا واشتريناها، رجعنا جمعناها وحطيناها في منديل وبعناها. وأخيراً أخيراً جه اليوم العظيم. أنا مش عارفة فرحة الست اللي هتخلف طفل بتبقى عاملة إزاي، بس مش ممكن هتكون أقوى من اللي حسيت دي. راح بيتر المينا فرحان لابس قميص جديد، وأنا مستنية رجوعه، وحطيت جنب طبقه على الترابيزة البايب بتاعه ومليته واستنيته من ورا الشبابيك الإزاز. فرحتي الكبيرة حسيتها بتجري في عروقي، حسيت بيه جاي من بعيد بيغني بصوت كله رجولة وقوة. ومن ورا التل رفع إيده يشاوري، وبسرعة عند التل وقدام عيني. لا لا، مستحيل دي تكون إرادة ربنا، ربنا ما اختارش الليلة دي. لا أسفة، مش المفروض إني أفتكر الحاجة دي. السمك على الترابيزة بيبرد. أنا اتأخرت قوي مش كده؟ مش عارفة إيه اللي حصل لي النهاردة، كل حاجة بتقع من إيدي. كان لازم أدعك إيدي بنص ليمونة ولا نقطة خل مع ورقة نعناع. العيش على الترابيزة من دقيق القمح وطري ولسه مخبوز حالا، والعيش البيتي ينفع الأيام الجاية. اتفضل، هنا مكان الراجل أهو، اتفضل. تفضل، تحب تقطع العيش؟ هنا الراجل هو اللي بيقطع العيش ويبارك السفرة. شكرا، هيساعدني جدا أقطع العيش، لكن الأدعية مع إني بحبها جدا بس مش هعرف ألاقي كلام اللي يتقال. طيب أنا اللي هدعي. يا رب ديم علينا نعمتك، وبارك للحطاب في الفاس وللصياد في الشبك، ما تحرمش سفرتنا من العيش والسمك، ودينا الأمان في الصحيان وفي النوم، ولو غلطنا في حق أحد اغفر لنا وسامحنا، وساعدنا نسامح اللي وساعدنا يا رب نغفر للي. لا ده كده مش بسامح، مش قادرة سامح، مش قادرة. برافو برافو برافو، شكرا. برافو، ناخد بريك 3 دقايق ونرجع تاني. 3 دقايق. برافو والله يا هالة، برافو يعني نتاشا. لا البرافو بتاعت النهاردة الإيمان. إيمان عيات إيمان النهاردة. إيمان غير النهاردة والله، كلكم أحلى من بعض النهاردة. بصراحه النهارده فعلا مش ممكن، اصل ما حدش هيحس بايمان اكتر مني، انا اللي بمثل الدفع. بتعلي عليا يا جماعه. ايوه كده، ده الصح. ده انا مسكتني كحه في الفصل الاول وخدت دواء حساسيه على ما دول الفصل كان تمام. رائعين يا جماعه والله، كانت مفعله يعني في الاخر. كان هنا بصراحه كلكم ما شاء الله. إيمان صوتها كان متهدك كده وحلو. قولي يا جمال. Even though I couldn't understand the words, I could feel the emotion, and I even asked them all if some of you were professional actors. Thank you. Wow. We're all professionals, but we don't want to say. احنا كلنا هايلين ما عدا جمال، فوت كذا حاجه كده في الصوت. اكسبت جمال، هو اكسبت جمال. انا لما عملت يور هاسبند بس هي التسجيل الصوت طالع على يوتيوب، يعني لان انا عملت الميكروفون طالع على يوتيوب. طيب طب حلو، طالما طالع خلاص طالع على يوتيوب، بس انت ما سمعتوش، ده برضه بيعمل مشكله. اسماء الانترو. أيوة.
الانترو اللي اتعمل كويس ولا فكره جدا لا لا كان كويس قوي الخاتمه بقى الخاتمه في خاتمه صغيره ممكن نعملها ولا بلاش سوري هقول لك بس مدخلها بسرعه هي مش هتاخد اكتر من نص دقيقه في قرايتها يعني لكن شوفيها بقى هتبقى بعد انت كنت بتقولوا هتنهوا المسرحيه باغنيه شادي صح؟ بعد شادي ما يخلص هقول كنتم مع مرسي ايوه تمام من تاليف الكاتب الاسباني الخاندرو كاسونا انا هقولها كده هعيدها تاني بطريقتي بقى ترجمه طيب. فلان قام بالتمثيل اكمل صفوه في دور ريكاردو هالة عصمت في دور ستيلا نتاشا العبادي في دور الجدة بص انا كاتباهم كنت هقولهم هبعتهم لك تقولهم انت بقى بالمره خلاص انا مجهزهم بس ايمان مجهزهم في حد بس ايمان رفاعي في دور فريده شاد المصري طيب. في دور شاد المصري في دور الرجل ذو الرداء الاسود بلاش الشيطان هو شيطان فعلا احنا هننكر ده شيطان هو شيطان عملها في دور الشيطان قول على يهمك أمل عبد الحميد أمل عبد الحميد في دور هنريتا عبد الله سليمان في دور ماركو أحمد رجائي في دور مدير البنك إلى اللقاء في عمل آخر على مسرح لا عبد الله عمل خوان كمان طيب ما انا ما خلاص ماشي هحاول اعيد بس انا كاتباهم يا احمد هبعتهم لك على الماسنجر طيب معفيهم ماشي دلوقتي يا جماعه انا سمعت مره كمان ان صوتي واطي الصوت دلوقتي كويس ولا لسه باطي لا كويس ممتاز يا استاذ ريكارد يا لا عفوا ما كانش بدي كلام والفامولي عنده يعني انت متالق الذي اكمل انت لازم تنزل الملاعب بقى لازم تحترف نرجع يلا احنا جاهزين تمام اوكي دلوقتي هنبدا الفصل الثالث اخر فصل في المسرحيه لحظات لما تجهز قول عشان نعمل دقات المسرح الثلاثة يعني. حاضر بس أنا كنت طلعت فوق علشان لا إله إلا الله هي العملية بسيطة يعني بعد أسبوعين في نفس المكان ماشي أنا جاهز بعد أسبوعين في نفس المكان هو موسم الحصاد بدأ البسلة الخضرة دي طرية ولذيذة زي العسل منظرها وهي مادة فروعها الفوق ومتشعبطة على الحيطة عشان توصل للشمس يفتح نفسك للدنيا الشمس ياه الشمس لو أقدر أنا كمان أعمل زي البسلة عشان أوصل للشمس كده كنت عملت أنا بستغرب الناس اللي عايشين في بلاد الشمس فيها بتطلع طول السنة وبيشتكوا برضو شابورة حلوة قوي بتخلي الدنيا هادية وساكتة وما فيهاش حركة ده اللي انت عاوزه طبعا تقعد طول الوقت ما تعملش حاجة بيتهيألي انك اتولدت قاعد النهاردة الشمس طلعت والربيع بدأ يهل والغابة مليانة ورد وخضرة وحبيبة مسكين ايدين بعض وانت هنا قاعد مأنتخ ده يا حجه دايما ظلمانك ده قولي مش هتكمل نحت المركب ده ولا ايه لا ده الأستاذ ريكاردو هو اللي بدأه وكان عايز يكمله قبل ما يسافر يا قلبي ما تتكلمش عن السفر والوداع وحياتك يا ماركو ما تفكرنيش هي العبارة هتتحرك امتى بالليل ياه الوقت الحلو بيعدي بسرعة قوي كان لازم يعني العبارة تيجي النهاردة ما هي بتيجي كل أسبوعين في نفس الميعاد ايه يعني هيجرى ايه لو كانت فوتت مره مش عايزاها تمشي مش كده
فعلا حبيته، كل الناس هنا حبوه، بيقولوا لما بيقعد مع الرجالة على القهوة بيحسوا انه واحد منهم. حقيقي هو كمان مجامل ولطيف وبيتعلم بسرعة، يلحق يتعلم ازاي يلم الشبك ويفرده، ولا احسن صياد؟ لا ودمه خفيف ومتعلم ومفيش حاجة ما بيفهمش فيها. لا بقى معلش في دي بقى انت غلطانة، ده لسه امبارح كان بيسألني ازاي بنزرع ورد اللي بلاب على سطح البيت. طبعا ما هو من اهل البندر زي ما بيقولوا، مش من الارياف. يعني انا كنت اقصد الحاجات المهمة يا عبيط. تقصد الحاجات اللي هي مكتوبة في الكتب يعني؟ بس يعني ده ما بيعرفش احنا امتى وفي اليوم الا لما يبص في ساعته. ووحياتك انتي، انت لو طلع، لو انت سبتيه لوحده في الغابه ليله واحده مش هيطلع عليه النهار. هو يمكن بيعرف يقرا الكتب لكن لا بيعرف يقرا السماء ولا الشمس، ولا يعرف طريقه بالقمر ولا بالنجوم. الشمس لما بتطلع بعد غياب الشتاء بتبقى حاميه قوي، تلسع زي النار. انت رجعتي لوحدك؟ ريكاردو جاي ورايا، اصله كان لازم يعدي على. وجايبة إيه معاك؟ فراولة، ما كانش سهل أجمعها. وعجبت ريكاردو؟ وهو في حاجة هنا ما عجبتوش، حتى الهوى والعيش الحار. غريب قوي الراجل ده، لأنه كان أعمى وفتح لما جه هنا. دلوقتي لما حيجي وياكل الفراولة دي هتلاقيه فرحان زي الطفل. ماركو، نعم انزلوا المينا لو سمحت، جايز يحتاجك. حاضر، بس سؤال كده من فضلك، يعني هو ريكاردو ليه شاف فراولة قبل كده؟ تسأل ليه؟ ابدا حب استطلاع. هو ايه اللي نزل ريكاردو بدري كده؟ عايز يلحق يسلم على كل الناس قبل ما يمشي. الوداع ابتدى. ايوه الوداع الوداع، ملعون ابو الكلمه دي. الناس المفروض يفضلوا يجوا طول الوقت وما يمشوش ابدا. كل حاجة وليها نهاية. عارفة يا حبيبتي، بس دي حاجة كده زي الموت، الواحدة مننا عارفة إن مسيرها تموت، لكن ده ما بيخليش لحظة النهاية سهلة. معلش هيمشي وحنتعود على غيابه زي قبل ما يجي، ما أسبوعين مش كفاية برضه عشان الحياة تتغير. الزمن بيتقاس باللي بيتعاش فيه يا ستيلا، ودول كانوا أسبوعين مليانين قوي. وبعدين انت عايزاني اعمل ايه؟ اسلم عليه من بعيد واقول توصل بالسلامه ودمتم؟ لا بس مش عايزاك يبان عليك الزعل قوي، الرجاله بتروح وبتيجي واحنا الستات مكتوب علينا نفضل ونستنى. يعني عايزه تفهميني انك فرحانه انه مسافر؟ ما كل مركب بتسافر بتسيب وراها قلوب حزينه. بصي انا ودعت كتير بس عمري ما حسيت بزعل قد النهارده، بس إحنا اللي غلطانين، المفروض ما نحبش حاجة غير الشجر. هو الوحيد اللي تقدري تعتمدي على وجوده كل يوم، والوحيد اللي هتبقي متأكدة إنك هتسيب الدنيا قبله. كفاية جدتي أرجوكي، حياة ريكاردو هناك وحياتنا هنا وكده أحسن للكل. وأنا قلت يقعد، أنا فاهمة اللي مش ممكن يحصل مش هيحصل، أنا بس عايزة أطلع اللي في قلبي. الراجل ده من ساعة ما وصل وأنا إحساسي اتغير بكل حاجة حواليا، ومش بس أنا، ده حتى أنت يا ستيلا اتغيرت. تعالي هنا حبيبتي، تعالي جنبي قوليلي من ست لست، لو تقدري تمنعي العبارة دي تسافر مش كنت عملتي كده؟ هعمل كده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها إنه لازم يسافر، والأحسن لو كان عمل كده في نفس الليلة اللي جي فيها هنا. ليه؟ هو زعلك في حاجة؟ لا زعلانة من نفسي، على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة إن اللي حاوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة، بس دلوقتي كل حاجة اتشقلب كيانها، مش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا عارفة أمسك أعصابي، كأني في واحد واقف ورايا وبيراقب أنا بعمل إيه، وأنا ما أقدرش أعيش كده. أنا عايزاه يسافر عشان أرجع أبقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي، بجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة ومستنية بس كده. أنت بتقولي أي كلام، واللي أنت حاساه ده وهم في دماغك أنت بس. لا يا جدتي مش أنا بس اللي حاسة كده، صدقيني.
لما بنبقى مع بعض أنا وريكاردو صحيح بنبقى مبسوطين، بس فرحتنا بتبقى ناقصة حاجة. هو كمان ما بيبقاش هادي، بيبقى مش على بعضه كده وقلقان، زي ما يكون حاسس بالذنب. ما تظلميش الراجل يا ستيلا، ريكاردو راجل كويس ومتهيألي بقيته صحاب، مش كده؟ لا يا جدتي، الأصحاب بيبقوا مسترخيين وهادين، بيبصوا في عينين بعض، لكن إحنا لأ، دايماً بينا حاجة غريبة، مش واضحة ومش قادرة أفهمها. أول مرة تقولي لي حاجة زي كده. طب هو النهاردة مثلاً وإحنا بنضحك وبنلم الفراولة من على الأرض، إيدينا جت في إيدين بعض تسمرنا، فضلنا ساكتين، محدش فينا بص في عينين التاني. طب أنا عارفة أنا اتكسفت أبص له ليه، لكن هو سكت ليه؟ لو كانت الحكاية كده يبقى عندك حق، الشيء اللي مش هيكمل يخلص بدري أحسن. شكراً، ده اللي كنت مستنى يسمعه منك. ودلوقتي هدوم ريكاردو جاهزة؟ فوق مكوية وحطيت وسطها وأنا بطبقها وردي من الجنينة علشان تبقى فيها ريحة المكان. وقفلتي الشنط؟ لا ده مش شغلتي، أنا أفتح الشنط بس، إنما قفلها يفتح الله، أنا عجزت على كده. أنت أكتر واحدة شباب فينا، ما تنسيش بس تخلي بالك وأنت بتسلمي، أحسن أعصابك تخونك. أهو ربنا يقدرني. وهنرجع نبقى اتنين تاني. اهلا يا جدتي. ايه بتكلمي روحك؟ ما انا لازم ارجع اتعود على كده تاني، مش كل الناس تقدر تصبر على حكاياتي زيك. ابدا ابدا مش صبر، بالعكس انا بنبسط بحكاياتك دايما. على الاقل ما بيبانش عليك الزهق، انت عارف انا لما بتكلم ما ببقاش مستنية حد يرد عليا أو يتكلم معايا، أنا عايزة بس حد يهز راسه وأنا بتكلم. هو ده طلب صعب؟ لا، أنت بتخافي من السكوت والهدوء، مش كده؟ صحيح، هو البحر بيسكت إمتى؟ قبل النوة. والغابة بتسكت إمتى؟ لما الصيادين يدخلوها وهم شايلين البنادق. وكل ما السكوت يحل والهدوء يحط على المكان تعرف إن فيه خطر. تعرف يا ريكاردو، مرة زمان وأنا صغيرة لقيت أمي بتعيط وأبويا قاعد جنبها على الترابيزة وحاطط وشه في الأرض، وإخواتي التمانية كلهم وشهم أصفر زي الليمونة وساكتين، محدش نطق بكلمة، والسكوت كان بارد بينخر في العالم عضمه وبيخوف. السكوت قال لي إن في حادثة فظيعة حصل. عارف ما قطعش السكوت ده غير صوت نقط المية اللي بتقع من القل، تراك تراك تراك. والله لولا الصوت ده أنا كنت انفتحت في العياط، ودلوقتي بعد 60 سنة من الليلة دي أنا لسه فاكرة إحساسي، مع إني مش فاكرة إيه الحادثة الفظيعة اللي حصل، ولسه بشكر صوت المية اللي ضيع خوفي. هتوحشني حكاياتك يا جدتي. كان نفسي أخلص المركب اللي بدأت أنحتها، لكن للأسف ما فيش وقت. هو أنت بتشتغل إيه في بلدك يا ريكاردو؟ أنا بضارب في البورصة. وبعد ما تضارب في البورصة بتعمل إيه؟ البورصة مش هواية يا عم ماركو، دي سوق، بس يعني مش زي السوق هنا. انتوا هنا بتبيعوا وتشتروا الحاجات، احنا بنتعامل مع اسماء الحاجات. مش فاهم. طيب انا هشرح لك. يعني افرض انت زرعت قمح ولسه ما حصدتش اي حاجة، ولأنك محتاج تعيش في الفترة ما بين ما بترمي البذرة لحد ما بتحصد، فأنا هديك سلفة قيمتها 50 جنيه على حساب القمح. زي ما القمح بتاعك اللي لسه ما تحصدش موجود في السوق، فكمان صك الدين بتاعك ممكن يبقى بضاعة، ولو المحصول تلف قبل الحصاد تقدر تعمل أمر دفع يتحصل في وقت تاني، وده برضو ممكن ينزل السوق. وكل ده من غير ما نبيع حباية قمح واحد. فهمت؟
طبعا من سنتين فيه واحد جه وشرح لنا نفس الموضوع، بس عمل كده عن طريق برنيطة طلع منها أرنب. هي دي البورصة يا ماركو اللي الناس بيعملوه لما ما يلاقوش شغل يشتغلوه. شكلكم كده ما اقتنعتوش بكلامي. احنا بس مش متعوزين. انا معرفش يا ابني الحياة عندكم عاملة ازاي، بس هنا كل حاجة حقيقية، القمح والجوع كمان. سامعين؟ سامعين؟ في ايه؟ ده صوت جرس المينا، ده معناه ان في حادثة حصلت وفي واحد مصاب. يا ساتر استر يا رب. فين؟ في البحر؟ مش ممكن، مراكب الصيد مش هتطلع النهارده. يمكن حريقة؟ روح يا ماركو شوف ايه الحكاية. ماركو ده خايب مش هيعرف يجيب أخبار. طيب أنا هروح. لا خليك أنت في اللي وراك، أنت مسافر بعد شوية، أنا هروح مع ماركو. وسارة كان يوم جميل. فعلا من يوم ما جيت ما شفتش الناس فرحانة زي النهاردة، ومنظر المينا كان جميل، وكل المراكب في المية وفردين الشراعات. ده أول يوم شمس بعد الشتاء الطويل، والصيادين بيستعدوا ينزلوا البحر بكرة وبيجربوا المراكب. لما النوارس تبدأ تطير فوق المية ده معناه أن السمك بدأ يجي من الجنوب الدافي. بكرة كل المراكب هتخرج وتروح لبعيد. كلهم إلا واحد. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ما سمعناه قبل كده، الحاهن قاسية وخطيرة. قلبي وكلني على أصحاب القهوة، وما كنتش عايز أمشي قبل ما أعرف إيه اللي حصل. سبحان الله، من أسبوعين بس ما كنتش تعرف حد مننا. لما بسمعك بحس كأنك اتولدت هنا وبعدين سافرت، فقدت الذاكرة، ودلوقتي لما رجعت بدأت تفتكر من تاني. يا ريتني كنت اتولدت هنا، ما كنتش مشيت. ما تخليش الأسبوعين دول يدوك فكرة غلط عن حياتنا هنا. أنت قضيت أسبوعين في أجازة تتفرج على غزلان والبحر والقمر، بس أنت ما تعرفش حاجة عن الشتاء والسود. الشتاء اللي بيفضل 8 شهور، والتلج اللي بيغطي كل حاجة، والليالي الضلمة الطويلة. أنت ليه حاسة أني ما أقدرش أستحمل اللي أنت مستحملها؟ علشان أنا اتولدت هنا وتعودت على كده. كمان أنا مؤمنة بشوية حاجات بسيطة كده، زي أن ربنا كريم، وإنه حط في البر والبحر اللي حوالينا دول كل اللي إحنا محتاجينه. أهي الحاجات البسيطة دي هي اللي بتساعدني في ليالي الشتاء الطويلة. استيلا أنا جي الوقت عشان نولع الشمع وننور المكان زي أول يوم جيت فيه. طيب تسمحي لي أولع الشمع بنفسي النهاردة؟ طبعا، شكرا. صفارة العبارة، كنت فاكرة لسه عندنا وقت. دي أول صفارة بس، ممكن أقعد شوية كمان، لسه في وقت. وقت الإيه؟ أرجوك امشي، أنا معرفش الواحد بيقول إيه وقت الوداع. مش أنت اللي لازم تكلمي يا ستيلا، أنا اللي لازم أتكلم. أنا جيت هنا عشان أقول لك حاجة، حاجة واحدة بس. بس كل مرة كنت حابدأ أتكلم بخاف وكلامي يتحبس في حلقي. لو الكلام يزعل أرجوك بلاش تقوله، الأحسن نسيب بعض وإحنا أصحاب. مش قادر أفضل ساكت، مش قادر. أنا محتاج أتكلم وعايزك تسمعيني، مهما كان ده هيوجعك ويوجعني، بترجاكي تسمعيني. طيب تفضل. الأمر له علاقة بموت بيتر. إيه؟ أنتي قلتي لي أول يوم جيت فيه هنا بأن موت بيتر ما كانش طبيعي، وفي الحقيقة كان عندك حق. اللي عمل كده كان راجل، والراجل ده هنا. كنت عرفت منين؟ وإزاي؟ ده أنا فضلت ساكتة وما رضيتش أقول، وقررت لو حد تاني قال كنت هنكر عشان مش عايزة أختي وابنها يدفعوا الثمن. أنتي بتتكلمي عن مين؟ عن كريستيان. هو انت شك فيه؟ يا ريته كان شك، ده انا شفته بعيني،
وعرفت جاكيتته الجلد، وانا بايدي دي اللي مسحت اثر جزمته الصبح بدري، ومن ساعتها وانا بعيط كل يوم بالليل من الحزن والقهر. ببقى عايزه اصرخ بس بكتم صرختي كل يوم يا ريكاردو، كل يوم. بعد كل العذاب ده انت عايز تكشف السر؟ عايز تهدم اللي حاولت اعمله وتخلي تضحيتي عشان اختي ملهاش معنى؟ انا ما بقاش اخليك تعمل كده عشان خاطر الطفل المسكين. ارجوك اسكت. اسكت ده دلوقتي وبعد ما سمعت انت بتفكري في ايه؟ لو سكت دي واحده هكون اجبن جبان. اسمعي يا ستيلا. ستيلا ستيلا، ايه اللي حصل؟ ما سمعتيش صوت الجرس؟ سمعت. في ايه؟ كريستيان يا ستيلا، كريستيان خرج يجرب مركب جديد والتيار جرف، الهواء حدف على صخرة، خبطة شديدة قوي يا ستيلا، فظيعة. حالته خطيرة؟ كل ما اسأل حد حط وشه في الأرض بيسكت. وأنا فهمت فهمت، وهو يا ستيلا هو كل اللي قاله اسمك، اسمك يا ستيلا. كريستيان بيناديك، أرجوك اوعي تسيبيه يموت كده. فريدة انت فاهمة ده معناه ايه؟ لو كريستيان حس انه بيموت وبيناديني انا، ده معناه انه عايز يقولي حاجة واحدة. فريدة هو؟ ايوه هو اللي بتفكري فيه مظبوط. هو اعترف لك؟ ما كنتش محتاجة اعتراف. يوم ما خرجت من هنا وانا بشتمك كان في الحقيقة جوايا شك. يومها ما بطلتش تفكير وبدأت أفهم تصرفاته وسرحان والشرب، الليالي اللي بيقضيها سهران مش عارف ينام، والكوابيس اللي بتجيه لما بينام. فضلت كتير أكذب نفسي بس دلوقتي خلاص. رحيله يا فريدة، خليكي جنبه، قوليله إني عارفة وحفضل سكت، بس أرجوكي أرجوكي ما تكبرنيش أروح. كريستيان مش محتاج سكوتك يا ستيلا، كريستيان مش عايز يموت من غير ما يسمع منك كلمة واحدة. أرجوك أرجوك ما تحرمهوش منها. مسكينة يا فريدة، ما كنتش أعرف أنت بتحبيه قد إيه. ولا أنا، بس دلوقتي وأنا عارفة إنه بيموت، شايفة بيترعش زي الطفل، عرفت أنا بحبه قد إيه. أنا جاية معاكي، يلا بينا، ربنا يقدرني وريح. الخيل يا ريكاردو. انت هنا؟ جيت تضحك عليا مرة كمان؟ انا عرفت الحقيقة دلوقتي، مش انا اللي قتلت بيتر اندرسون، وانت عارف. فليه خلتني افهم اللي انا قتلته؟ هدي اعصابك هدي اعصابك. بس انا زي ما قلت لك اول ما تقابلنا حبيت اعمل تجربة، والحقيقة النتيجة لحد دلوقتي مش وحشة قوي. يعني انا ما يهمنيش تجربك، أنا بس متأكد إني ما قتلتش. أنت اللي عملت كل حاجة. أنا عملت كل حاجة؟ لا لا يا عزيزي، مش أنا اللي بتحكم في أمور الحياة والموت. أي طفل عارف الحقيقة دي. يعني مين اللي قتل؟ مين اللي قتل بيتر؟ كريستيان. ومدام كريستيان هو اللي قتل، جاي هنا ليه؟ عايز إيه؟ أنا بريء. ما قتلتش؟ إنما بريء. لا، أنت صحيح ما قتلتش، لكن كنت عايز تقتل. في نظري هي دي الحقيقة. ولو تفتكر أنا قلت لك إن العمل المادي ما يهمنيش كتير قوي، أنا يهمني النية والإرادة. بس أنا العالم بتاعي هو عالم الأفعال، ما فيش في الأرض قانون ولا محكمة بتحاكم على النية. وبعدين إزاي تحاسب وكل حاجة كانت كده؟ مش كل حاجة. نيتك في الأكل كانت حقيقية، الندم اللي حسيت بيه وخلاك كنت هتعترف لستيلا كان حقيقي، الأمل اللي كنت عايش بيه إن بيتر كان راجل حقير ومجرم عشان تبرر عملتك كان حقيقي، سفرك عشان تيجي هنا زي أي مجرم ما بيرجع لمكان جريمته ده برضو كان حقيقي،
شفت ازاي كدبة واحدة بتطلع حقايق قد ايه؟ اه هي دي بقى تجربتك؟ ده الجزء الاول بس، ناقص الجزء التاني، التمن اللي انت لازم تدفعه. انا مستعد ادفع اي تمن. تدفع بايه؟ دموع الندم؟ لا يا ريكاردو، ده تمن رخيص او سهل. انا هتنازل عن كل اللي اديتهولي، كل الفلوس الحقيره دي انا مش عايزها. دي برضو مش كفايه. طب عايز ايه؟ اعمل ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ انا جاي عشان اقول لك ان العقد اللي انت كتبته معايا واللي في جيبي ده لسه شغال. نيتك تقتل مكتوبه هنا وعليها امضتك، ولما تيجي ساعه حسابك انا هقدم العقد ده وروحك هتبقى ملكي. هو العقد ده مكتوب فيه بالظبط؟ كلمات قليله صحيح لكن واضحه. انا ريكاردو خردان اتعهد بان اقتل رجلا بس من غير دم. صح من غير دم. طيب احسن حاجه نصفي بيها عقد اننا ننفذه، صح؟ انا تعهدت اني هقتل وهقتل. تقتل مين؟ نفس الشخص اللي مضى العقد ده معاك. فاكر يوم ما جيت لي مكتبي، يوم انت قابلت شخص جبان طماع واستعد يعمل اي جريمه لو ما حدش هيعرف عشان الفلوس والنفوذ والسلطه، تاجر غشاش ما يهموش غير مكسبه ولو على حساب الناس. بس الشخص ده خلاص هيختفي، مش هيبقى موجود. انا من ساعه ما جيت هنا وانا بحاول اقتل الشخص ده، وهفضل احاول النهارده وبكره ولحد اخر يوم في عمري، واليوم اللي مش هيفضل فيه اي جزء من الشخص ده جوايا هيكون ريكاردو خردان قتل ريكاردو خردان. من غير دم؟ بالظبط كده، من غير دم. بالطريقه دي هبقى انا وانت بنشتغل في نفس العالم، عالم النيه والاراده، صح؟ ايه شكلك متفاجئ؟ فعلا اللي مضى معايا العقد كانه كان واحد تاني. ايه اللي اداك العزيمه دي؟ هي قبل ما اجي هنا ما كنتش اعرف يعني ايه بيت، وقبل ما اعرف ستيلا ما كنتش اعرف يعني ايه واحده زي ده. اللي انا كنت خايف منه، الحب دايما بنساه ودايما بيخسرني. ودلوقتي مستني ايه؟ دلوقتي ولا حاجه. انا عارف اني خسرت الجوله دي. خد عقدك. خساره كانت صفقه جميله. مسكين، شكلك زعلان قوي. هي روحي كانت مهمة بالنسبة لك قوي كده؟ لا مش الفكرة. أنا شغلتي صعب وساعات بخسر طبعا. اللي مزعلني هو أني جيت لك عشان أخد روحك لنفسي، فأنا بنفسي اللي وريتك سكة الخلاص. ممكن أطلب منك طلب واحد بس. خير، ما تحكيش لحد على اللي حصل ما بيننا. الناس بتحب تشمت فيا. ممكن تقدر تعتبر ده واحد. تصبح على خير يا ريكاردو. إلا ايه الاخبار؟ في امل؟ صعب، بس مين عارف، كريستيان قوي. لما وصلت كان بيترعش وبيتنفض، ولما سبته كان هادي كأنه كان مستني حكم محكمة. ما كنتش عارف أن كلمة واحدة فيها القوة دي. يعني قلتي له أنك سمحتيه؟ الغفران كلمة تبان سهلة بس جواها معجزة. كنت فاكرة أني مش حاضر أقولها، بس لما نطقتها كان ليها فعل السحر. كانت بلسم مش على كريستيان بس، علي أنا كمان، كأني اتغسلت.
بس تصفرت العبارة. مستني ايه؟ العبارة هتمشي. انت عايزاني امشي؟ امشي اروح فين؟ من شوية صغيرين عرفت اني خسرت كل فلوسي، فانا دلوقتي لا عندي شغل ولا بيت ولا بلد ولا حتى اصحاب. بس انت حياتك هناك. اسمعي يا ستيلا، انا مش مجرد عابر سبيل جاي يشتري راحته بالفلوس. انت اكيد حاسه بكده. انا دلوقتي راجل ما عندوش غير ايدي. ارجوكي اعتبريني واحد من اهل البلد الطيب ده، وخليني اقعد اشتغل هنا معاكي وجنبك. هنا؟ ما تضحكش على نفسك، تفتكر هتتعود على الفقر ده؟ لو معاكي وجنبك اكيد نظره واحده منك هتخليني احب كل حاجه هنا. انت حاسه باللي جوايا يا ستيلا مش كده؟ ايوه ستيلا. انا اول يوم شمس بتبقى ليلته بارده قوي، خلينا نولع النار سوا. انت محتاج الورقه دي؟ دي لا مش محتاجها خالص. هولع بيها النار. يا ريت. اللي بتسال عن الحياه خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها سيرة وحنية، يا ملحى فيها اللي بيشكيها اللي قاسيها اللي بيرضيها. اللي بتسأل عن الحياة كلها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها حسية وحنية، أما الحياة فيها اللي بيشكيها اللي بيرضيها اللي قاسيها. الدنيا ريشة أورق بلدة طيرة من غير جناحين، وإحنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ الدنيا في الدنيا إحنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ تمام عظمة. لا 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 برافو. بكره هتكون في بردوان تطريد يا شباب. كنتم مع مركز بلا صياد. مركز بلا صياد مسرحيه من تاليف الكاتب الاسباني اليخاندرو كاسونا، ترجمه محمد الامين محمد طه، اعاد صياغتها بالعاميه المصريه اكمل صفوه ونتاشا العبادي، قام بالادوار حسب الظهور اكمل صفوه تيزور ريكاردو، امل عبد الحميد، شاد المصري شيطان، عبدالله سليم في دور خوان، أحمد رجائي في دور مدير البنك، عبدالله سليمان في دور مساعد مدير البنك، نتاشا العبادي في دور الجدة، عبدالله سليمان في دور ماركو، إيمان رفاعي في دور فريدة، وهالة عصمت في دور ستيلا. أخرج المسرحية أسماء زكي. يهدي فريق مسرح تفكير هذه المسرحية إلى روح الصديق المرحوم أحمد يوسف. إلى اللقاء في عمل آخر من أعمال مسرح تفكير. شكرا لكم وتصبحوا على خير. الله الله عليك يا عم أحمد. الله عليك يا عم أحمد. تفكير المذيع اسمه صبري، حاجة صبري. غناء غناء شادي المصري. الأغاني يا جماعة بصوت شادي. احنا معانا أستاذة هالة على فكرة. أستاذة هالة جلال عايزين نسمع رأيها. هلا 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 ه
لسه بقول لكم، هو اولا عايزين اعاده وعايزين نوسع جمهور وعايزين مسرحيه كل اسبوع. يا اختي كنا 6 شهور نتدرب، انا بقى لي 6 شهور عمالين نلعب اللعبه دي يا هلول. معلش معلش، احنا خلاص حصل لي ادمان، انا عايزه كل اسبوع حاجه جديده، وانتوا لازم تصوروها وحاجات كده. شكرا يا هلا. انا مش بجاملكم، انا انبسطت جدا بجد مش هزار. انا مبسوط والله بجد حقيقي. شكرا. احنا استمتعنا بعملها جدا. نتجمع كلنا في مكان واحد نبقى نصور اي حاجه. احنا هنا كل واحد في بلد. يا جماعه هلا مخرجه كبيره للمعرفة. هلا عارفه هلا كويس. لا لا عارفه هلا كويس. لا بجد برافو تبع شغلك استمتعت جدا. يعني ده شغل بروفيشنال يا جماعه. ايه ده؟ ايوه صح. شفتي اخوكي؟ شفتي اخوكي؟ لطيف. احب اضيف ان انا سمعت كل البروفات، فالتطور رهيب بكل تفصيله وفي اداء كل حد. امبروفمنت هيوج، وتعبكم باين وشغلكم على روحكم باين. ولا برافو. وبعدين انا لحد البروفا جنرال كنت حاطه ايدي على قلبي علشان المؤثرات ما كانتش لسه مظبوطه، وعماله اقول يا لهو يا لهو ده قربوا على العرض الاخير وهيلحقوا يظبطوها ولا لا. لا بيرفكت، يعني باستثناء جليتش صغير كده في واحدة من المؤثرات، بس ممتاز ممتاز. طب والتمثيل ايه رأي حضرتك فيه؟ انا ده بقى اللي يهمني بقى. اهلا مديبي وكده. التمثيل بقى اخباره ايه؟ لذيذ قوي 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 وطبيعي جدا. لا برافو عليك. شكرا. شكرا. شكرا 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 يا جميل. شكرا لجمال طبعا، عشان جمال هو اللي طبعا. لا يعني انا عايز اذكر بس ان هبه هي اللي اضافت على دور هنريتا بعض ال يعني كل الدلع ده والده. هبه هي اللي اضافته للشخصيه، مش موجود في المسرحيه الاصليه اصلا. ايوه، ولا في التعريب ولا في التمصير التعريب باللعب باللهجه القاهريه. ده حقيقي، هي كانت ده حقيقي فعلا. ده حقيقي. وبكده بينتهي موسم صالون تفكير الثالث للخريف 2022، ونلتقي بكم في موسم الربيع في الويك اند الاول من ابريل، ونتمنى ان مجموعه المسرح تكون اعدت مسرحيه اخرى للعرض. وهوقف البث على يوتيوب، وشكر للناس اللي شاركتنا من يوتيوب، ونوقف التسجيل هنا.